بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. ليله سوبر مع زميل سوبر وقعده سوبر، في حاجه احسن من كده يا استاذ ابراهيم؟ مساء السوبر، اهلا بيك. اهلا بيك يا باشمهندس. المكافاه جت لنا بتاعه السوبر، جابوا لنا ترابيزه وكرسيين عليه وقعدنا قعدتنا اللي احنا عارفينها. سوبر كمان. هنقعد كده حاسين ان احنا رجعنا ملك وكتاب ان شاء الله. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وهذا الموعد المتجدد معكم في حلقه فعلا هي ملك وسوبر وكتابه. زي ما المهندس عدلي هنأكم، فاز الاهلي بكاس السوبر، عزز الاهلي تفوقه، أكمل العشرة الطيبة عشان تكون مفيش بطولة اتلعبت في مصر أو في أفريقيا ما كانش الأهلي هو صاحب النصيب الأكبر في الفوز بيها. السوبر وصل للأهلي إلى 10 ألقاب سوبر كاملة، بعد ما كمل عدى العشر سنين في الفوز على الزمالك أو تجنب الخسارة في القمة في الدوري، والثلاثية والثلاثية الثالثة بقى الثالثة. يعني عايز أقول إيه، انت الموسم بتاعك ثلاثيه وفاينل افريقي. كويس جدا. عايزينه بقى الموسم الجاي الرباعيه. حكايه الثلاثيات يعني يكسب القمه ثلاثه يروح يكسب الثالثه في الثلاثيه. عشان بالتلاتة. السنه الجايه انت مطالب باربعه. ايه بقى؟ ربنا سهل. ايه مع الترابيزه الجديده دي؟ ما تقول لي الترابيزه حلوه اهي. ده هيبقى فيه سوبرين، هيبقى فيه سوبر افريقي كمان. عايزين والله نلعب سوبرين يا رب. يبقى الخماسيه ان شاء الله. الخماسيه. ما انت لو جبت الرباعيه هتبقى خماسية. إذن هي فعلا بشرة خير زي ما قال صديقنا طارق الأدور في مقالته النهاردة، الأهلي ضرب عصافير كتيرة بحجر واحد في الإمارات. إذا كانت دية البطولة الثلاثية، كابتن حسام البدري أكمل الثلاثية الطيبة بتاعته، الأهلي أكد تفوقه كمان، دي أول بطولة كروية مع مجلس الإدارة الجديد، ثم تبدأ توالي البطولات إن شاء الله. على ذكر المجلس الجديد، النهارده النادي الاهلي اصدر بيانا مختصرا بشان الرحله الكبيره المهمه الحقيقه اللي قام بيها الكابتن محمود الخطيب ومعاه من مجلس الاداره الاستاذ العمري فاروق، الاستاذ خالد البرندلي والاستاذ خالد مرتجي. زاروا السعوديه في مباحثات بشان مشروع القرن الكبير، ثم حضر الوفد الاهلاوي رفيع المستوى مباراه السوبر في العين، وبعديها واصل مباحثاته مع مجموعه من المستثمرين الاماراتيين في ابو ظبي علشان يعلن النادي هذا البيان يا باشمهندس. نقراه برضو ونشارك جماهيرنا ونفسره. طيب، اعلن النادي الاهلي في بيان صحفي اليوم الاثنين عن توقيع مذكره تفاهم تتضمن البنود والخطوط العريضه مع مجموعه المستثمرين الذين سيقومون بانشاء مدينه الاهلي الرياضيه مشروع للقرن الذي يضم استادا عالميا لكرة القدم، إضافة إلى مجموعة فنادق ومراكز تجارية ومدينة ترفيهية وملاعب، دون أن يتحمل النادي أي تكاليف مادية. وقد قام بالتوقيع ممثلا للنادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، فيما وقع ممثلا لمجموعة المستثمرين الدكتور ركان الحارسي. وقال شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس إدارة النادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يولي أهمية قصوى لهذا المشروع باعتباره الحلم الذي يسعد جماهير النادي الأهلي العريضة، ويمثل قيمة مضافة لنموذج فريد من المشاريع الرياضية وبما يليق باسم وتاريخ نادي القرن الإفريقي. وطبقا لمذكرة التفاهم الموقعة، فسوف يزور القاهرة خلال أيام ممثل المستثمرين للوقوف على مكان المشروع المقترح له موقعان لبدء التنفيذ الفعلي في الموقع الأنسب منهما، ولتنتهي المرحلة الأولى من المشروع في غضون 3 سنوات من بدء التنفيذ. ده البيان الصادر من الأستاذ شريف فؤاد المستشار الإعلامي. هي خطوة الألف ميل التي أرى أن بتسارع الخطى ده الألف ميل دول ممكن تقطعهم فعلا في 3 سنين. لأن الناس كانت متصورة أن يعني إعلان دعائي أكتر منه إعلان واقعي، يعني نادي القرن ومؤتمر كبير، لكن أنك أنت في أقل من 10 أيام تكون موجود عشان تتدارس بعض العناوين الرئيسية اللي احنا بقى مش هنخش قوي غير لما تيجي لنا التفاصيل. هو كويس خلاص الاهلي مش هيدفع على مليم، طب
المشروع ده نسبة المشاركة فيه ايه؟ الاهلي يعني من اول يوم هيخش له فلوس ولا امتى؟ لان في مجموعة من الاطر والنظم، يا اما المشاركة يا اما نظام حق الانتفاع البي او تي. البي او تي 15 20 سنة لما تاخد فلوسك، لكن في الاثناء بتقعد تدي فلوس. المشروع ده اتدرس عشان يعمل فلوس. فانت ممكن فلوسك بدل ما ترجع في 25 سنه تلاقيها رجعت في 15 سنه. لان بالكلام ده مدينه ترفيهيه، فنادق، متحفين، ها، و حاجه جديده هتخش النادي الاهلي، هتجيب لك نوع جديد من الاعضاء، ميدان الرمايه الدولي العالمي. هذا كله بيحطك في نقلة نوعية كبيرة جدا جدا جدا، كتف بكتف بقى مع الأندية الكبيرة فعلا. فألف مبروك مقدما، ونهنئ مجلس إدارة على سرعة تحركاته اللي بتدل على أنه واخدين الأمور بجد، لأن هم قالوا الناس حسبونا على ما قدمناه من برنامج، وأعتقد أن هم واثقوا الخطوة يمشي ملكا إن شاء الله. تتلوها خطوات كبيرة مهمة في هذا الاتجاه، وفي إنفاذ كل البنود الخاصة ببرنامج عائلة الأهلي لوضع الأهلي في المكانة الكبيرة اللائقة به بإذن الله. الأهلي كمان بيعلن عن القائمة الأفريقية لكرة القدم اللي بتضم 22 لاعب، وعايز أقول لحضراتكم أنه الأهلي بيسجل 22، لكنه لغاية يوم 31 يناير يقدر يضيف أي لاعب بغرامة $500 عن اللاعب الواحد، ويستبقي الأماكن اللي فاضية له ممكن بما لا يزيد عن 7 أماكن في القيد الثاني اللي هيكون في أغسطس أو بعد انتهاء كأس العالم، علشان الإضافات الجديدة تدخل مع الفريق في الأدوار الجاية إن شاء الله في حال استمرار الأهلي بإذن الله في البطولة. القائمة اللي الأهلي بيخوض بها دوري أبطال أفريقيا بتضم شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي وعلي معلول وصبر الرحيل وسعد الدين سمير وأيمن أشرف وحسام عاشور وعمرو السلية وهشام محمد ووليد سليمان وجونيور أجايي وميدو جابر وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وكريم نيدفيد وإسلام محارب ومروان محسن ووليد أزار وأحمد حمودي. هذا ويحق للجهاز الفني زي ما قلت لكم إضافة أي لاعب جديد حتى 31 يناير بغرامة قيمتها $500 عن كل لاعب. احمد عادل عبد المنعم ومحمد نجيب وصالح جمعه ورامي ربيعه وعمرو بركات واكرم توفيق وحسين السيد وباكا والمعارين عماد متعب واحمد الشيخ ومؤمن زكريا، دول اللي بره القائمه حتى الان. لسه هيضيف غالبا هيضيف يعني 3 عناصر على القائمه دي، وهيستبقي الباقي الخمس مراكز التالية للمراحل دوري المجموعات. بكرة إن شاء الله الأهلي وطلائع الجيش، الأهلي بعد العودة بص الأمور المضغوطة إزاي، يعني الأهلي يلعب مباراة القمة ويسافر تاني يوم الصبح على طول على الإمارات يلعب مباراة السوبر، يرجع امبارح علشان يبدأ الاستعداد لبكرة مباراة الطلائع في الدوري. كابتن حسام البدري اختار قائمة المباراة لمواجهه الجيش في الاسبوع 18. القائمه فيها محمد الشناوي وشريف اكرامي ورمضان مصطفى حراس المرمى الثلاثه وايمن اشرف ومحمد هاني وباسم علي وصبر رحيل وعلي معلول وعمرو السليه وهشام محمد وكريم نيدفيد وعبد الله السعيد واحمد حمدي وجونيور اجايي وميدو جابر واسلام محارب ووليد سليمان واحمد حمودي وباكا ماني مالينبي وليد أزارو ومروان محسن والناشئ محمد عبد المنعم. الناشئ محمد عبد المنعم ده بيلعب ستوبر في قلب الدفاع. ارجو ان الجهاز الفني يجد ضلاته فيه، لان هيحللنا مشاكل كتير جدا وهيظبط، خد بالك من الكلمه دي، اداء فتره الانتقالات. هيظبط طبعا. ليه بقى؟ لان لو هذا الناشئ، مش فتره الانتقالات دي قد تكون المقبله، لو هذا الناشئ استطاع ان يثبت وجوده حل جزء من المشكله، حل جزء كبير من المشكله، وما خلاش الناس تحت شعور هو الاهلي عايز بالحاح مدافعين
فيبتدي كل واحد قطوطه تبقى جمل. عايزين نرجع القطه قطه والجمل جمل. انما ان القطه تبقى جمل يبقى في خلل. بس وهي دي اعتقد الرؤيه القادمه للنادي الاهلي. محدش يستدرجك يستغل ان انت عايز لعيب، وطبعا مبدا وين وين بقى. ما تاخدش وما تديش. نتعامل وين وين، انا افوز وانت تفوز. حسام عاشور بيغيب عن مباراة الغد بسبب الإجهاد، الجهاز الفني أراد أو فضل إراحته لأنه حسام لم يشارك في المران الجماعي لمعاناته من إجهاد عام والاكتفاء بأداء تدريبات تأهيلية فقط بعد ما تأكد غيابه عن هذه المباراة. حسام عاشور يا جماعة على أبواب مجد ما شاء الله، قد يكون اللاعب التاريخي في الكرة المصرية. حسام عاشور دلوقتي هنناقش جزء كبير من حالته المتوهجة جدا، لكنه فعلا مقدم على حالة مجد لم يحصل عليها أي لاعب كورة ربما على مستوى العالم. حسام عاشور قد يصبح خلال سنتين بالكتير قوي اللاعب الأكثر إحرازا للبطولات في العالم. في العالم هيكون أكثر لاعب كورة حقق بطولات مع ناديه، بطولات رسمية. فهتشوفوا خلي بالك عرض بقى كامل هذا بقدر ما يعكس قيمة اللاعب بيعكس قيمة النادي اللي بيلعب في اللاعب. طبعا النادي الذي يعني حصل على هذه البطولات واللاعب لاعب واحد، مش في لاعب واحد او في مدة زمنية للاعب واحد يعني. طبعا هي هو الرصد كده. لكن اصلا لو النادي ده ما بيجيبش بطولات المدة الزمنية بتاعت اللاعب مش هتترجم دي. طبعا اذا هو النادي الذي زي ما قال كده الكابتن طارق سعيد، لعبت سنة ونص خدت 8 بطولات. طيب انت دلوقتي حسام عاشور 33 بطولة وسنه 32 سنة، ما هو يحسب له انه كان منتظما في اللعب بانتظام. ده معناه ايه؟ ظل حسام عاشور ينظر اليه انه جندي المجهول والذي لا يأخذ حقه والذي لا يفكر المنتخب فيه، لانه بمعايير النجوميه هو ليس نجم الكاريزما. لا بيجيب لك الجون المعقد ولا بيلعب لك دبل كيكات ولا يعني هو لاعب ستاندرد. والله العظيم بيفكرني اداؤه وشخصيته محمد صلاح. بس محمد صلاح كمهاجم لا يؤدي الاداء المزهري، لكن يجيب الجون وكان الهدف بسيط. يعني امبارح الجون اللي جابه في السيتي يبان بسيط قوي، لكن القرار مع الفكر مع سرعة دقة التنفيذ مش جمالية التنفيذ انه عديها بالارتفاع ده بالقوة دي بحيث الكيرف بتاعها ينزل في الجون، كان ممكن تروح فوق العارضة. هذه هي المهارة الغير ملموسة. ولكن يعني بتشعر بيها. جاب جون، لكن غيره بقى رونالدينو كان هيعملها ازاي، هيروح لففها لك ويقول لك كوره صعبه ومش عارف ايه. فاهمني الفرق؟ ده اللي اقصد اقوله. حسام عاشور لم يكن ذلك اللاعب الذي ينتزع الاضواء، ولكنه اللاعب الذي ذهبت اليه الاضواء تقديرا لدوره وتقديرا لاهميه هذا الدور وتقديرا لشخصيته المستمره بهذا النجاح. هنقف بالتاكيد قدام نموذج حسام عاشور لانه الحقيقه يستحق كثير من الوقفات للتامل والمسانده والمؤازره والتحيه والشد على ايده، لانه فعلا لاعب نموذجي. عبد الله سعيد انتظم في تدريبات الاهلي الجماعيه واستمر غياب اكرم توفيق عن التدريبات لادائه الامتحانات الدراسيه، بينما احمد فتحي ايضا بعض التدريبات المنفرده بعد المران الجماعي للفريق استعدادا للقاء طلائع الجيش. رامي ربيعه مصاب في العضله الضامه، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بياكد غياب رامي عده اسابيع عن الاهلي، وكان رامي تعرض للاصابه في مباراه القمه. كابتن ابراهيم عبد الصمد مدير قطاع الاكاديميات بالنادي الاهلي بيؤكد على قرب افتتاح 5 افرع جديده للاكاديميات. اكاديميه الاهلي بتنتشر وتتمدد في كل مكان عشان تصل برساله الاهلي الى اكبر عدد من الناشئين. هذه الفروع
هي في المنيا والدلنجات في البحيرة والديدمون في الشرقية وبنها في الأليوبية وحي الأشجار في الشيخ زايد. أمال فين كفر الزيات يا إبراهيم؟ طب يلا هات. ده كلام ده. ما هو لازم تقدم عرض للكابتن إبراهيم. ماشي. مؤمن زكريا نجم الأهلي الوعير لأهل جدة وصل إلى السعودية وبدأ ينتظم في فريقه، ويمكن بكرة يؤدي أول مران. ده مؤمن زكريا بالعلم والكوفية بتاعت أهل جدة، مرحبا به طبعا من قبل الجماهير الأهلوية ومسؤولي النادي السعودي. كل التوفيق لمؤمن اللي رزق بابنه مالك، يمكن اهتم هو كمان قبل ما يغادر القاهرة مباشرة، اهو نشر على السوشيال ميديا صورته مع مولوده الجديد. ربنا نبارك له على ثلاث حاجات. على مالك اول حاجة، وعلى السوبر والفوز على زمالك تاني حاجة، والاداء الجيد اللي اداه في المباراتين. ثم على انتقاله الى النادي الشقيق الاهلي. اهلي جدا ما بعدش بعيد يعني. لا باذن الله حقق معاهم مشوار ناجح، لان ده لعيب جد احسنه الاختيار. لعيب جد اهم ما يميزه في سمه بركات، اعمل اللي عليا وانا ساكت. لا هو من صغره الشاغل نفسه بحاجه يعني. امبارح في المصري اليوم مقاله مهمه للكاتب الكبير الدكتور عبد المنعم سعيد. الدكتور عبد المنعم سعيد غير انه رئيس مجلس اداره الاهرام السابق وواحد من قيادي ومسؤول مركز الاهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية لسنوات طويلة، لا كمان هو واحد مفكر، مفكر بالمعنى الحقيقي للكلمة. كتب في المصري اليوم مقالة بعنوان عن الأهلي والزمالك وأمور أخرى. هو باصص للأهلي والزمالك كحالة من منظور سياسي شوية، ربما كان من المهم أن أنا أقف مع حضرتك فيها يا باشمهندس. مش معتاد أن الأستاذ عبد المنعم سعيد هذا الكاتب الرصين السياسي الخبير يكتب في الرياضة، لكن هو قال كده، قال ده مش مقال في الرياضه، ده مقال في السياسه. طب ما تخليني اقراه لك. انت لازم، انت وانا ما اعرفش اقرا ده. ليه؟ لا مقال تقيل عليا. طيب بيقول الدكتور عبد المنعم سعيد سريعا كده: الى الزملاء من النقاد والمحللين الرياضيين، هذا مقال في السياسه وليس في الرياضه او في لعبه كره القدم، وليس محاوله للدخول من الباب الخلفي الى استوديوهات التحليل الكرويه المزدهره هذه الايام، والتي قطعت عيش استوديوهات التحليل السياسية التي كانت تهز البلاد حتى مطلع الفجر. ومع ذلك فإن سلسلة من الأحداث بدأت بانتخابات الأندية الرياضية وانتهت بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وما بينهما من أحداث جعلت الساحة الإعلامية حبلى بأمور سياسية لا يصعب تجاهلها. وفي الحقيقة يبدو أن لمصر وجهين، الأهلي والزمالك، ليس بالمعنى الرياضي المعبر عنه بالشياطين الحمر ومدرسة الفن والهندسة، وإنما وجه الأهلي، ده كلام الدكتور عبد المنعم سعيد، وجه الأهلي يمثل التحديث والمعاصرة وخصوبة التربة الليبرالية والديمقراطية وتداول السلطة. ومن هنا ومن هذا وذاك الكفاءة والتخطيط طويل المدى والروح الوطنية التي لها اسم آخر يخص الفانيلا الحمراء. هي خلطة يمكن أن نسميها نسمات للتقدم، لا تغفل أصول التقاليد، ولكنها لا تتجاهل أنه ليس للتقاليد والأصول والثوابت معنى ما لم تقد إلى التغيير والبناء واتساع الأفق والتسامح. وقبل كل هذا وذاك الفوز، هنا توجد عملية فيها الكثير من التدبير اللازم للتخطيط والاستعداد، وهذا الكثير من العرق والجهد الذي يبذل في التدريب. والمهم في كل الأحوال أن يعرف كل مشارك مكانه ووظيفته وعمله. لا خلطة ولا اختلاط ولا لخبطة لا تعرف لها أولا أو آخر. الانتخابات تأتي وتذهب، هو بيتكلم عن الأهلي، بيقول الدكتور عبد المنعم سعيد: الانتخابات تأتي وتذهب في موعدها، وفي كل مرة يمدح الجميع الجميع ويهنئ الخاسر الناجح ويشيد الناجح بالخاسر، فالأمر في الأول والآخر يعني أن الكل قاموا بما كان يجب عليهم القيام به الواجب. أهم سطرين دول. الكل كسبان، يهنئ الخاسر الكسبان، يشكر الفائز الذي لم يدركه التوفيق، وأهم حاجة أن كل واحد يشعر أنه عمل اللي عليه. هذا هو واقع الحال، وهذا ما نعبر عنه
بتقاليد الأهلي وقيم. هو ده، تخلص انتخابات كلنا مع بعض وكل واحد عمل دوره، محدش شمتان في حد ومحدش متربص بحد. طيب هنقل لك بقى بقيه مقال الدكتور عبد المنعم سعيد حتى تتضح الرؤيه كامله. بيقول الدكتور عبد المنعم سعيد: مصر لها وجه اخر، الزمالك، ورغم رصده في المركز الثاني من حيث الشعبيه فان الارجح في السياسه انه المفضل من قبل اعداد كثيره من مشجعيه، لان فيه الكثير من التلقائيه المعبره عن الشعب عندما يكون منطلقا. الانتخابات فيه لابد أن تختلط بالقضايا والمنازعات والكثير من الكلمات غير اللائقة أو التي لا يرحب بها الذوق العام، حتى لو أباحها باعتبارها من طبيعة الأشياء الأصلية. السمة العامة هي معكوس النادي الأهلي الذي يتدبر كثيرا ويفضل الحساب دائما في آخر الموسم، فإن الزمالك صاحب الدماء الحامية والعواطف الملتهبة لا يعبأ بالانتظار، فيغير 19 مدربا في 3 سنوات. معادلة الاستقرار والتغيير تتجه نحو التغيير طوال الوقت، حتى بات التغيير مستقرا إلى درجة يظنها البعض فوضى، ولكنها ليست كذلك، فهي سمت عام وتقاليد خاصة توجد بين تيار واسع داخل الشعب المصري. كثيرا ما أسمع نقد الإصلاح الاقتصادي المصري، فإذا ما طرحت أن متاعبه عانتها كل الدول التي مرت بمثل هذا النوع من الإصلاحات، كان هز الرأس الاستنكاري هو الإجابة. فهناك اعتقاد أن الحالة المصرية في أصلها زملكاوية، وأن المشابهة مع العالم لا مجال لها، وهي المسألة في الأصل في الحالة الأهلوية. هكذا فإن المحروسة، الجمل دي خلي بالك متضفرة، يعني عايزة وقت الناس تفهمها. هكذا فإن حالة المحروسة، الكلام للدكتور عبد المنعم سعيد في مصر اليوم، هكذا فإن حالة المحروسة هي محصلة المنافسة بين حالتين، الأهلي والزمالك، لكل منهما مشجعوه والمتحمسون له. ورغم أن الأهلي فاز على الزمالك طوال السنوات العشر الماضية، فإنه ليس من المؤكد أن ذلك هو الحال في الحالة المصرية في عمومها، إلا أن هناك ما يبشر بأننا على الطريق الأهلاوي. فهناك أمور لم نعتد الفوز بها أو التفوق فيها حدثت بالفعل، وفوز لاعب مصري، يقصد محمد صلاح، بالكرة الذهبية بعد 35 سنة من فوز محمود الخطيب بها فيه بشرى، ولكنها لم تكن كذلك فقط، ولكن معها بشارة أخرى بفوز الفريق القومي بلقب أفضل الفرق الأفريقية، وجاء السيد كوبر كأحسن مدرب. هذا الناتج تقف في مفارقة كبيرة مع ذلك الجدل في الفلسفة ديالكتيك الجاري في النفس المصرية بين الأهلي والزمالك. فطوال العامين الماضيين، وبالتحديد منذ دخلنا نهائي كأس الأمم الإفريقية، كان هناك من يحذر من نجوم بأن نجوم اليوم أقل شأنا بكثير من نجوم الأمس، ويحرض على الطرق الدفاعية التي يستخدمها المدرب. وفي أعقاب موقعة إفريقيا طلبت جماعة بتغيير المدرب، حتى نأتي بآخر يليق بالتعامل مع كأس العالم. الحكم علينا دوليا كان مختلفا، ومع نهاية عام 17 وبداية عام 2018 بات واضحا أن الوجهة الأهلاوية لمصر كانت له اليد العليا، ومع نهاية حتى ولو كانت الروح الزملكاوية لا تزال زاعقة، سواء كان ذلك في الرياضة أو الاقتصاد. ترى من يفوز، الأهلي أو الزمالك، في معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ ده تساؤل الدكتور عبد المنعم سعيد. الدكتور عبد المنعم سعيد عمل حاجة، أنا عمال أكتب نقاط. أنا ما قريتش المقالة دي، بس كنت بسمعك بإمعان، يعني معرفش أقرأ أنا على الهوا كده مقالة طويلة كده، فبتدبسني انا فيها. بدبسك انت فيها بس في صفتك راجل مدرس اول لغه عربيه اولا، وعندك رخامه في صوتك تنقصني. مش رخامه في لا، انا عندي رخامه، انت عندك رخامه. طيب عفوا. هو انهاها بربط عبقري كمان، لان في رئيس الزمالك اعلن انه هترشح للرئاسه، فقال لك من يفوز في الرئاسه؟ الزمالك. يمكن ده اللي الهمه لكتابه هذه المقاله. لكن المقاربه الجميله دي. المقاربه
انما في ثلاث حاجات الحقيقه استاذ ابراهيم مش هاخدهم بالترتيب. اولا ذكر ان الفوز محمد صلاح بعد 35 سنه من فوز الخطيب بافضل لاعب في العالم. هتوقف عند دي لاني انا الحقيقه في تصرفات صبيانيه كان هناك من ينكر على الخطيب انه اول من فاز بهذه الجائزه. ويحاول يعني يقلل فيضرب النجوم ببعضهم فيقول لك محمد صلاح اول واحد فاز باسماء جديد. لكن لما فاز الخطيب ما كانش فيه جايزه من الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي كان يعترف ويعتمد الفائز بالفرنس فوتبول في مسابقه الفرنس فوتبول ان هو ده احسن لاعب في افريقيا. صحيح. فالفائز بالنسخه القديمه والفائز بالنسخه الجديده، لكن احسن لاعب في افريقيا، والا يبقى عبيدي بيه ليه ما كسبهاش؟ ها؟ وجورجي هو ما كسبهاش؟ وان اللي كسبها الراجل ورابح مجر وفراس المغربي. كانت محاوله الحقيقه مش مستحبه لكن بتعتمد على ضعف ذاكره الناس لما تلح فيها، زي حكايه نادي القرن والكلام اللي هي ناس تقعد كده كل بطوله للاهلي يفعصوا فيها ويهونوا من شانها، دي حاجه. فحسنا فعل انه ذكر، لكن الربط بقى العبقري ان احنا كسبنا كمان، وصلنا كاس العالم وخدنا احسن مدرب واحسن منتخب واحسن لاعب، ده معناه ايه؟ فسروا طريقه جميله جدا. قال لك الكل قال لك ما عندناش لعيبه وما عندناش ناس مهريين ونفتقر، وهو منتخب اللاعب الواحد فايز بينا مدربنا يطلع، وانتقدوا الطريقه المتحفظه للمدرب وعايشونا في نوع من الاحباط والكآبه، كل ما نكسب ايه يعني، وده سمت وسمت التلقي مع ادوات السوشيال ميديا دلوقتي، ما حدش راضي عن حاجه. يفوز الاهلي ايه يعني؟ وتجد من الاهلاويه من يهمدك يعني في هذا الفوز. لكن التاريخ خلاص، التاريخ انحاز ان طلع بعد 35 سنه من الجيل اللي مش عاجب حد ده احسن لاعب في العالم، اكبر عدد من المحترفين في تاريخ مصر في دوريات محترمه بدايه من انجلترا هذا العام، اكبر غزو للسوق الخليجيه والسعوديه بالتحديد هذا العام. اذا هذا جيل عمل اللي ما عملوهوش قبليه، وصل كاس عالم واحترفوا بره وخد فيه اهو بص الكره بسهوله اللي لعبها، مفيش فزلكه. محمد صلاح مهاري الواقعيه. عارف انت الممثل اللي يقول لك ده استاذ لانه طبيعي واقعي، وواحد تاني يحب ايه الادوار المركبه فيبان انه عبقري قوي، يتشنج ويضحك ويعيط في دقيقه واحده، يقول لك ضحك الناس وهو بيعيط او عيط الناس وهو بيضحك. الكلام ده كلام قديم. المهاره انك توصل لاهدافك بابسط الطرق وبسهوله، هي دي المهاره. بص الجون، بص ضبطه القوه عدت منين وصلت ازاي، ده مهاره محمد صلاح، ما فيهاش فزلكه ولا تركيب ولا تعقيد. انما هو اللي بادئها كان بس عارف انا بكلمك على ان محمد صلاح ده حاله نجم، ما عندوش جماليات الاداء، ما فيش حليات في لعبه، لكن في فعاليه مناسبه بمهاره عاليه جدا. ويمكن ميدو في زمان ما قال لك ما عندوش كاريزما كان هيقصد الحليات يعني، لكن لا، دي مهاره وعنده كاريزما دلوقتي في العالم كله. كمان مساله ان مدربك اللي انت بتنتقده احسن مدرب في افريقيا، ما جاتش من فراغ، تاني افريقيا وصل بيك بعد سنين من المعاناه الى نهائيات كاس الامم الافريقيه، تاني افريقيا المصنف في كاس العالم، يعني وصل في كاس العالم. لكن الموضوع اللي انا خدته من السياق بكلمه واحده وعايزين نقف قدامه شويه، ما اعرفش هو ده معاده ولا ايه يا استاذ ابراهيم؟ لا اتفضل. الذوق العام. ايوه الكلمه دي مهمه جدا.
لماذا اعتذر النادي الاهلي عن فيديو المطار؟ اللي نسب لبعض لعيبه الاهلي. انا سمعت الشريط كذا مره، الحقيقه ما لقيتش حد يتجاوز في حد. ممكن تلقيحه صغيره كده، مش بالاسم يعني، انه ده مالوش في الكوره، مالوش في الكوره، هنعتبرها جلياطه. لكن هي جلياطه كانت امام الكاميرات في الاستوديوهات، امام وسائل الاعلام. ده انا وانت بنتكلم في اوضه عن ماتش، احيانا نتريق على زمايلنا لما نخسر، احيانا نتريق على نفسنا لما نخسر. وانا عايز اقول حاجه، لان انا كنت موجود هناك. الامانه تقتضي، لانه ده اكل عيش حتى هذا المصور رامي رواش. هو الراجل صور واقسم لي انه ما كانش سامع ايه اللي بيتقال. الصوت مش واضح، الصوت مش واصل له. هو يعني هو لما ترجمش بالعربي بالظبط ما كانش هيلفت نظر حد. لكن ما قيل. ومن هنا اذا لماذا الاعتذار؟ الاعتذار ليس على النص ولكن عن الناشر. ليه؟ ربما يكون فيه انك انت وانت كسبان تذكر بنقد خفيف جدا الخسران ما يسيء الى مشاعره، فانت بتعتذر للذوق العام. مش بتعتذر لفلان الفلاني اللي غلطت في حقه. لان انت ما غلطتش بمعنى الخطا في حق حد. مفيش الفاظ نابيه، مفيش خروج، مفيش ضحكه مستفزه، مفيش تطليع لسان، مفيش. انت بتعتذر على انتهاك الروح الرياضيه. بعتذر على نشر مثل هذا الفيديو في هذا التوقيت اللي ربما ينكى جرح من الجروح، انه في فريق خسر فما يصحش. انت لا تعتذر لاحد. انت بتعتذر لقيمتك. انا عندي ما ينفعش يطلع مني كده. مش انا. بمعنى ايه؟ مش انا اللي اعمل مش انا اللي اعمل كده. ايوه. ممكن غيرك كان هيفوتها، لو ما اعتذرتش كانت هتفوت، ما حدش هيتكلم فيها. طبعا. لكن عايز اقول لك حاجه. انا وانا بكلم واحد مثلا، وانا بتكلم اروح اعمل كده، بعدين اكتشف انها بايخه قوي مني. فقول انا اسف، انا اسف. هو كان معديها وقابل، يقوم يقول لي اسفك غير مقبول. لو ما اتاسفتش كان احسن. لا، بس انا مش زعلان، لان انا مش وانا بعتذر له، انا بعتذر عن نفسي. أيوة. عن تصرفي. مش مساله انه يقبله او لا يقبله، مش هي دي، مش بتاعتي. هو حر فيها، لكن انا بعتذر لاني ما كان ينبغي ان يصدر هكذا باللي انا شايف نفسي فيه. مش انا اللي اعمل ده، مش انا اللي اعمل كده. ايوه. رغم ناس كتير يقول لي يعني انت عملت حاجه، انت من زهقك عملت كده. لا، بس انا مش انا اللي اعمل ده. فانا عايز افسر بس هذا الاعتذار، وعايز اقول مساله ان حد يقول انا هاخد حقي بالقانون، هو ده المطلوب. ايوه. اذا كان هناك تجاوز والفاظ وشتيمه، مش هنتشطر على الحمار؟ مش نمسك يعني ساب ايه؟ البردعه ساب الحمار ومسك في البردعه. لا، اذا كان في حمار يتعامل كحمار. وانا مع اللي قال ان اللي بيشتم ده حمار. فعلا لو شتم يبقى حمار. اي حد بيشتم يبقى حمار. فانا اللي انا عايز اقوله ايه؟ إذا كان هناك، لأن ممكن جدا الفيديو اللي أنا أكون شفته وسمعته يكون اتمنتج، يكون لا ده في السياق كان فيه حاجات تانية ما اتقالتش. فأرجو أي إنسان مستأمن هذا الفيديو يطلع لنا لفظ واحد شتيمة، يستوجب أو حاجة تستوجب إنك لو رفعت قضية، مش لو رفعت قضية، لو أنت قلت لي إن الولد ده قال كلمة فيها قلة أدب، أقول لك أيوه عندك حق، لازم يتضرب على صوابعه. أو يتعاقب. مش عايزين نكبر الأمور، لأن الحقيقة والأهلي عندما أصدر قرارا بالاعتذار كان يريد أن يرسخ لفكرة السلوك، الارتقاء بالسلوك الرياضي، التعامل مع الفوز والهزيمة. ما كانش في ذهننا أن تتحول القضية لأكبر من هذا وتجيب نتيجة عكسية، بدل ما تجيب نتيجة إيجابية تجيب نتيجة سلبية. فأرجو أن احنا نتعامل في الأمور بحجمها. واعتقد ان النادي الاهلي خلاص هو عارف وهيحقق، واذا كان في حد تعمد ان هو يجرح طرف من الاطراف، كان المره دي الزمالك، كان يطلع المره الجايه حد تاني لا قدر الله، او كان
يبقى هيحاسب. لكن في كل الأحوال خلينا ناخد كل شيء في حجمه، ونفهم إن الرسالة كانت لتدعيم العلاقات والسلوك الرياضي، عايزين نقبلها في هذا التفسير. طيب، بمناسبة مسؤولية الرياضة أيضا، يمكن في مقالة الدكتور عبد المنعم سعيد وأراها مقالة مهمة، التأكيد على أنه بالنسبة لانتخابات الأهلي، وهو ينظر ككاتب سياسي ومفكر كبير إلى أنه الأهلي يمثل خصوبة التربة الليبرالية والديمقراطية وتداول السلطة. ولما يكون هذا التفسير من هذا المفكر والكاتب الكبير الراصد للأهلي وطبيعة انتخاباته والممارسة الديمقراطية اللي فيه، مش الأهلي باش، ده راصد للشأن العام، وإزاي الأهلي، لا في النظر لحالة الأهلي، إزاي الأهلي يمثل التربة الخصبة للممارسة الليبرالية والتجربة الديمقراطية، أو الممارسة الديمقراطية والتجربة الليبرالية وتداول السلطة. ده الرد الحقيقي والرصين والمحترم والمتخصص للناس اللي كانت بتتشكك دايما وابدا في طبيعه انتخابات الاهلي، او حتى في نموذج النادي الاهلي، انه الجمعيه العموميه ما اعرفش ايه، وانه إيه، لا انتوا تتفرجوا على لما يتم في هذا الظرف بالذات وهذا التوقيت النظر الى انتخابات الاهلي، الى انه الاهلي يمثل هذه التربه الخصبه لهذه الممارسه الديمقراطيه والحاله الليبراليه مع تداول السلطه، ثم يخرج منها بانه باستمرار الثابت. وقال حتى الدكتور عبد المنعم سعيد انه دايما وابدا في الحاله الاهلاويه النظر بقيمه الى هذه الثوابت وهذه التقاليد وهذه القيم نظره ذات معنى، انه الاهلي بيهتم قوي بثوابته وتقاليده وقيمه، لكن بيقول حتى هذه الثوابت على اهميتها وعلى قيمتها لا تعني اي شيء ما لم تقود الى تغيير. ايوه، وده مش شعارات، وده يعني بينسف فكره الجمود. انتوا لسه عايشين في الماضي، انتوا لسه بتتكلموا على الاهلي بتاع 1907، انتوا بتتكلموا على مش عارف عمر بك لطفي. لا، الراجل بيتكلم على انه هذه القيم وهذه الثوابت حرص الاهلي فيها لا تعني اي شيء ما لم تقود الى تغيير وضخ دماء جديده، وهي ده اللي بيعمله الاهلي باستمرار. بالظبط، بس في اطار القيم اللي انت بتقول عليها دي. فخدوا من هذا المعنى ازاي الاهلي وهو بيتصرف في الاعتذار اللي المهندس عادل اتكلم عنه بشان هذا الفيديو الاخير، ازاي الاهلي بينطلق من ثوابته، ازاي الاهلي في 2018 بياخد قرار يتسق مع منظومه القيم الطويله اللي بتحكم تاريخه، اللي كان فيها سنه 28 بيوقف فرقة الكورة وبيغرم ويعاقب كابتن الفريق، واحد من أهم كرة أو أهم لاعب كرة القدم في وقته حسين حجازي، ما سلمش ميدالية علشان ما طلعش استلم ميدالية المركز الثاني بعد الهزيمة من الترسانة. وفهم إن ده في مجلس الإدارة وقتها جعفر والي باشا قال لك ده كده انتهاك للروح الرياضية، مش النادي الأهلي اللي يسكت على انتهاك، على فكرة ثوابت الرياضة، ولو سكت النادي الأهلي ما كانش حد يتكلم. لكنه الأهلي الذي لم يشأ أن يسكت رئيسه جعفر والي باشا في العشرينيات على خطأ يمس الروح الرياضية، هو النادي الأهلي اللي بيتكلم عنه الدكتور عبد المنعم سعيد عبر هذا النهر الطويل من الزمن عند محمود الخطيب عندما لا يسكت ومجلس إدارته على انتهاك الروح الرياضية في كلام لعيبة الأهلي على المنافس. كانوا متأكدين إن ده مش للنشر حتى ولو، يعني بينهم وبين بعض. أنت فاهم المعنى؟ ولذلك عندما هنخش في الحمار والبردعة، لما قال انتوا سبتوا اللي قال وبتتكلموا في اللي نشر، ايوه، لان الكلام ده ما كانش مقصود بين نشر، ما كانش موجه لحد، ده ناس بتدردش زي اللي في البيوت بيدردشوا في كل حاجه وفي حدود الفاظ برضه لم تخدش الحياة العام، لكن اللي نشر هو اللي جرح المشاعر. بالظبط، فهو ده اللي اتى بالفعل، يعني هو قال لهم انتوا سبتوا ده ومسكتوا في ده، لان ده لو ما نشرش ده مع خلصت الليل. فهو ده النادي الاهلي لما بيعتذر، بيعتذر عن انه لعيبته ومن يمثلوه وللذوق العام لم يراعوا الذوق العام ومبادئ الرياضه، انك ما ينفعش تتكلم على منافس خسر مباراه بالتقليل من شانه ولا ان تنكأ جراحه ايا كان بقى، حتى لو اللغه ما فيهاش تجاوز، حتى لو المساله لا هي فكره ازاي تحترم منافسك، ازاي تكسب بتواضع، ازاي وانت منتصر
تراعي مشاعر الفريق الخاسر. هو ده المعنى يعني اللي أنا دفع الاهلي انه يقول مش لاعبتي انا اللي اعمله ده. اللي عايز يقبل الاعتذار يقبله، وما يقبلوش ده حاجه تخصه، لانه هو الاهلي ما اعتذرش لحد. الاهلي اعتذر عن تجاوز الروح الرياضيه في الواجب والمحترم. ابراهيم تاني الاعتذار لم يكن للنص بقدر ما كان للناشر. لان النص ممكن ما تلاقيش فيه حاجه الا اذا كان في حاجات اتمنتجت، انا ما اعرفش. لكن انا بتكلم ده كان هوا بصرف النظر بقى. ما هو يجوز اللي انا سمعته بعد الهوا حد ما انا بتكلم بتحفظ عشان اوصل لايه؟ للمعنى الحقيقي للاعتذار اللي احنا قدمناه. المعنى ان انت ما كان ينبغي ان ينشر مثل هذا الكلام. مش انا اللي عمل ده. قولا واحد. واحد. وايضا فكرتني بحاجه دي. كلمه الديمقراطيه، لان احيانا الناس تتكلم في الديمقراطية بشيء ملوش علاقة بالديمقراطية. إنما تستثمر في إنها تهز الذي يريد أن يمارس الديمقراطية. في الانتخابات زمان كنت صغير، أنا كان أبويا بينزل الانتخابات في الدائرة عندنا. في كفر الدوار. كفر الزيات. كفر الزيات اللي أنت ما عملتش فيه أكاديمية. اللي ما عملوش فيه أكاديمية. اللي أنت ما عملتش وهيكون لي موقف يعني. يعني فكان الفلاحين انا فاكر كانوا يضربوا بعض ازاي، يجي يقول له ايه ده ديمقراطي. كلمه ديمقراطيه كانت جديده مش عارفين يعني ايه. يقول له هل بالحق؟ يقول له ايوه ديمقراطي. للدرجه دي؟ يقول له ديمقراطي. صحيح. طب ايش قاله؟ هو ما قالوش يعني ايه ديمقراطي، انما حسسه ان دي حاجه مصيبه. فاما يجي الافندي بقى الديمقراطي ده جاي بقى يسالوه قال بالحق يا بنت ديمقراطي، يقولوا له طبعا ديمقراطي، يروح بص لبعض. مش قلت لك احمد لطفي السيد مش احد رواد التنوير في مصر اتضرب في الانتخابات بكده عشان كلمه ديمقراطي دي. ما انا بقول لك قالوا عليه ديمقراطي، فيقول لك اقول لك طلع ديمقراطي زي ما بيقولوا. قالك ما تخبوش. المصطلحات في مكانها ومفهومها دي مهمه جدا. صحيح. معلش اسف على الخروج عن ال طيب. ايضا يمكن في الاهرام صديقنا العزيز الكاتب الصحفي المتميز والمعلق الرياضي الاستاذ اشرف محمود ايضا اشار الى ما حدث في برج العرب في مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد في مقاله مهمه نشرت في الاهرام اليوم بعنوان الرياضه تهزم الارهاب في برج العرب، ويشير الاستاذ اشرف محمود الى هذه اللحمه العربيه الرائعه في استدعاء عدد من النجوم العرب لمشاركه الاهلي في هذه المباراه العالميه الكبرى اللي رعاها تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم. وده قال ده أول نشاط للاتحاد العربي في رئاسته، ويثمن أشرف محمود هذه الخطوة في إزاي تقدر الرياضة تسهم بهذا القدر المهم في الوقوف ضد الإرهاب. وإحنا الحقيقة دي رسالة كانت مبهجة، الكل فهمها والكل أداها كما تطلب منه. صحيح. الجماهير والنقاد واتلتيكو مدريد والمستوى الفني اللي كان في المباراة وأحداثها الدرامية كل شيء كان رائع، ومنظر الاستاد والصواريخ اللي بتتضرب، ورغم أنها كانت في عشية يوم مؤلم. صحيح. إلا أنها وصلت الرسالة. يمكن الحادث ده كمان ساهم في أن العالم يشوفها في حجمها. طيب في مباراة السوبر أو عقب مباراة السوبر الكابتن حسام حسن تحدث في قناة أبو ظبي الرياضية، وإحنا دايما وأبدا يا جماعة بنبقى معنيين في أي مغالطة تحصل في حقائق تاريخية سواء تخص أي لاعب، لأنه مؤكد أنه أهداف حسام حسن مع النادي الأهلي ليها في الوجدان الأهلاوي كل القيمة والتقدير والامتنان والمعزة بالتأكيد، لأنها جابت بطولات وأسعدت جماهير وساهمت في شعبية النادي الأهلي. لما نبص على ما قاله حسام حسن لا نبخس حقه أبدا، بالعكس لابد أن احنا نذكر دوره كلاعب هو وكل أبناء جيله، لابد أن احنا نقدر ما بذلوه من أجل فوز النادي الأهلي وانتصارات النادي الأهلي والإسهام في إسعاد جماهير النادي الأهلي. هذه مسائل مهمة جدا، لكن لما يتعلق الأمر بمقاربات أو مقارنات تاريخية فيها أرقام هنا لازم نقف شوية. الأول نسمع الفيديو. كيف
كابتن، هو سؤال الكل يتكلم، انت نجم نجوم الاهلي السابقين، كيف يوم تقابل الاهلي كيف 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 تعد نفسك مثل ما قابلته؟ بالاضافه ان لاحظنا اول مباراه جمهور الاهلي حياك تحيه كبيره. بص هقول لحضرتك حاجه، انا هاخد السؤال الجزء الثاني. هو للاسف لعيبه جمهور النادي الاهلي ما هينيش تحيه كبيره، هو في بعضهم حيوا وفي بعضهم والغالبيه شتم، ودي الحاجه اللي كنت انا حزين عليها. يعني هل تعلم ان اكتر واحد جاب اجوان في الدوري المصري الى الان للنادي الاهلي؟ طبعا هم ما بيحطوش الكلام ده، حسام حسن اكتر 111 هدف للدوري بس المصري للنادي الاهلي. اقرب واحد ليا 101، الكابتن رئيس النادي اللي حاليا 101. هل ان الاوان ان يبقى فيه احترام وتقدير؟ هل الاحترام وتقدير لناس اخلصت النادي الاهلي، دخلت بطولات ودخلت فلوس في احترافنا قبل اي حد ما كان يعرف الاحتراف في خارج مصر، دخلنا فلوس للنادي الاهلي من خلال وجودنا مع نوي شاتن، حتى من خلال وجودنا الاعاره مع نادي العين، خلال وجودنا مع باوك لما احترفنا. فاعتقد اني كنت اتمنى ان السلوك يبقى احسن من كده، ولكن في جماهير تانية محترمه، جماهير النادي الاهلي مش الكل، في ناس كويسه وفي ناس وحشه، لكن ده مش مجال ان انا، لكن انا متوقع كل شيء لان السلوكيات ما بقتش. كنت عايز بس هم يحترموا الدوله اللي هم فيها، يعني يحترموا الدوله اللي هم فيها. يعني احنا دلوقتي في الامارات كان المفروض الناس بتنظم والناس محتضنه، او يعني انا بشكر جدا دوله الامارات، لان انا لو ما عايشش في مصر اعيش في الامارات، ودي حاجه. وانا من سنه 2000 من يعني في العين، يعني انا يعني ابن العين كان ليا الشرف ان انا حرصت بطوله مع نادي كبير زي نادي العين، فاعتقد ان نادي العين شرف كبير لاي حد ينسى. والنهارده ان شاء الله كنت سعيد ان انا موجود النهارده، كنت اتمنى اخد بطوله في نادي العين ان شاء الله. كابتن بنقول لك كلمه واحده في العين، كلمه بنقول لك اياها من الامارات، نورت الدنيا. شوف انا معاه انه يستأمن اذا كان جزء من الجماهير تعرض له بالسباب، انت بتفسرها، انت كنت هناك. انا هقول لك القصه بالظبط. هو قبل الماتش بوقت بدري شويه، اتوبيس المصري وصل الملعب بدري، كابتن ابراهيم حسن خد اللعيبه بتاعه المصري وهم بالتريننج سوت قبل ما يغيروا ونزل الملعب. هو من المؤتمر في اليوم اللي قبليها كابتن حسام، انا حضرت له المؤتمر الصحفي، قال انه اكتر حاجه قلقاه انه لعيبه المصري دول عدد كبير منهم ما سافرش مثل هذه السفريات، ما لعبش بره بورسعيد حتى، قال لك فيهم ناس كتيره ما راحتش حتى القاهره. كمان ما لعبوش ضد هذه الجماهير، قال لك معظم الفرقه وكل عناصر الفرقه عمرهم ما لعبوا قدام جمهور، لانه من اول ما بداوا ياخدوا فرص ويلعبوا ما كانش، كان الدوري بدون جمهور. فكانت اكتر حاجه خضاه وقلقاه اللعب قدام جماهير كبيره. فابراهيم حسن قبل المباراه واضح انه عايز لعيبته تاخد الصدمه بتاعه الجماهير علشان تخلص من العبء بتاعها اثناء اللعب. فاخد اللعيبه وهم بالتريننج سوت قبل ما يقلعوا وراح على يسخنوا في الملعب او يتمشوا في الملعب، راح بيهم قدام الدرجه الثالثه، قدام الثالثه شمال. فهم من قبل الجماهير انه ده استفزاز، لانك انت سايب الملعب كله وجاي قدامي انا. طبعا مع طبيعه المباراه، مع ظرف ذكر الناس بالام حادثه بورسعيد، والجماهير في الثالثه شمال رافعين اسامي شهداء الاهلي ضحايا هذه المجزره، مؤكد ان الجو ما كانش لطيف وما كانش ابدا موفق في انه يروح يسخن قدام الجمهور او ياخد لعيبته ويروح يعرضهم لغضبة الجماهير مرة واحدة. هو عايز يعديها علشان ما يأثروش بعد كده او ياخدوا على هذا الجو. فكانت النتيجة انه الجماهير عبرت عن غضبها ماشي تجاه هذا التصرف. انت فسرت؟ لا مش فسرت، ده اللي حصل. ايوه هو ده تفسير، ما تحكي اللي حصل بتفسر اللي حصل بالظبط. يعني لا بحكي لك ليه الواقع اللي حصل. ليه انت خدت الكلمه دي؟ مش تفسير، انا بقول لك بحكي لك الواقع اللي حصل. فسرت لماذا حدث تم هذا؟ حدث من واقع سردك للاحداث بالظبط. بس اصبروا علينا. انما في الاخر من حق الكابتن حسام ان يستاء عندما يسب احد، واحنا نقول ما حدش يشتم حد. احنا ضد هذا الخروج من اي حد. ففي دي عنده حق، بس اللي ما عندوش حق فيه تدويل الموقف.
ان انا لما اتعرض لموقف الاساءه للبلد اللي هم فيه. لا ايه علاقه دي بالاساءه للبلد اللي هم فيه؟ سلوك صغير شوية. هذا التدويل انا ضده، لكن كابتن حسام مؤكد محق. مش تدويل، ده تطبيل. انا شايفه تطبيل. انت حر. ايوه. لا ما لا هو كان يقصد لا ما كانش قصده ان هو يعني يطبل، لا هو كان قصده يقول ما احترمتوش ليه البلد اللي انتوا فيها بتقولوا الفاظ نابيه. بيقول العين، بيقول العين خدت معاه بطوله، يعني هو بيذكر بالفضل. ده جزء رأي تاني. أيوة. الجزء اللي ينطبق عليه اذا كنت التطبيل. عايز تقول هذا الكلام. لكن في الاخر ما هو لعب في العين وخد بطوله، يعني الراجل بيفكر الناس يمكن يحدث نوع من الحميميه والتعاطف. تعاطف المكان. كل ده مشروع يا ابراهيم، من حقك انك انت تروح للناس تفكرهم انك كنت جزء منكم. صحيح. بس خاصة انه لكن اللي مش مشروع بروعة هذه المباراة الرد. جزء انت قلت فيه جزء كبير جدا محترم تعامل معاك على ارقى مستوى، وهي طبيعة هو يعني ايه جماهير؟ يعني كتلة مش محددة المعالم هتجد فيها بالتمثيل كامل للمجتمع. صحيح. الراقي والمثقف والغير مثقف والمنفعل والهادي والمنفلت والمنضبط، من دي بتحصل تصرفات بتختلف. ماشي. ايه التاني اللي انت عايز تتكلم فيه؟ يعني هي خلاص خلصت. طيب. كده بدايه بس علشان حته، اولا ما كانش لائق ابدا من الكابتن حسام حسن حته الخطيب، الكابتن رئيس النادي. لا ده كابتن خطيب كابتن لا حسام يعني كابتنك يعني كمان، يعني كمان ده ما يصحش ابدا، ده ممكن تقول عليها اي حاجه. خطيب سجل 159 للاهلي، وانا قلت لكم اهداف حسام حسن في الدوري وفي اي بطوله للنادي الاهلي محل اعتزاز وامتنان وفخر وسعاده. كابتن محمود الخطيب سجل للنادي الاهلي في مشواره الكروي 159 بطوله، منهم في بطوله الدوري 109، وفي الكاس 9 اهداف، وفي كاس الكؤوس الافريقيه 4، وفي بطوله افريقيا 37 هدف. فالخطيب اجمالي اهدافه اللي ساهمت ببطولات للنادي الاهلي 159. كابتن حسام حسن اهدافه اللي ساهمت للنادي الاهلي 142. في الدوري الخطيب 109، حسام حسن 109. عايز يسجل جونين حسام بعد كده ممكن يرجع يسجل جونين ويبقى 111. سجل في الكاس 7، وسجل في البطولات العربيه 7، وسجل في البطولات الافريقيه 17، وفي الافرو اسيوي هدفين. دي خلاصة أرقام أهداف الكابتن محمود الخطيب وأهداف الكابتن حسام حسن، والأمر لا يستحق المقارنة. كل حد سجل هدف للنادي الأهلي أسعد به الجماهير، ساهم به في بطولة، رفع به من قيمة النادي الأهلي كمان، محل تقدير بالتأكيد وامتنان. في نقطة كمان أنا ضد الإحصاء بالأرقام ومع الإحصاء بالنسب. إيه الفرق؟ ما انا ممكن اعمل اجيب لك 100 جون في 30 مباراه، في 300 مباراه، في 100 مباراه، في 80 مباراه. ايوه. وممكن اجيب لك 110 جون في 300 مباراه، لان وهنا عندما نتحدث عن الهداف التاريخي لمصر شاذلي. ما ايوه كويس، بس انا عايز اوصل لنقطه تانية. ما هو شاذلي. في ناس تقول لك اعظم هداف في تاريخ مصر الدزو. اشوفها ازاي؟ عدد المباريات اللي لعبها الدزو. طيب وضيف لدي كمان وعدد البطولات اللي تحققت بموجب هذه الاهداف. دي لا اهميه الاهداف، ده ممكن تبقى احصائيه لوحدها. طبعا. انا بتكلم ان انت ممكن تلعب عدد من المباريات تحقق بيه عدد معين من الاهداف. الشاذلي مؤكد ان عدد مبارياته مش قد عدد مباريات الكابتن حسام، مش قد عدد مباريات الكابتن الخطيب، ها؟ والدزوي مش قد، والشاذلي برضه كمان اكتر من عدد مباريات الكابتن الدزوي. بطبيعه الدوري اللي كان 10 بقى 12 بقى 14 بقى 18 وصلنا في بعض الاوقات ل 20 و22. ف زائد كمان زائد ايه بقى؟ قيمه الاهداف. لا زائد ايه؟ والنبي هكمل وانت، انا عارف قيمه الاهداف انت هتشرحها لنا لانها مهمه جدا رخ. لكن كمان عدد الماتشات الدوليه، احنا قبل الجوهري كنا بنلعب الماتشات الدوليه على عدد اصابع اليد الواحده في الموسم. اليد الواحده اللي هي بتبقى رسميه.
ده حتى التصفيات الإفريقية تضاعفت 10 مرات عدد مبارياتها. يعني أول بطولة إفريقية 4 دول. واخد بالك؟ آخر بطولة إفريقية كم دولة؟ بتتصفى بأي نظام؟ صحيح. على أي طريقة؟ فبيتيح لك إنك تلعب عدد أكبر من الماتشات الدولية. السنة اللي الكابتن جوهري وصل فيها كأس العالم، لحد ما راح كأس العالم لعب كم ماتش دولي؟ فلما أجي أقول فلان الفلاني ده الهداف التاريخي من حيث الأرقام، لكن في كام مباراة؟ عايزين حد معني بالإحصائيات يحط لنا المسألة في نسب، لأن النهاردة اللي هيجي بعد كده هيظلم الكابتن حسام. هيلعب ده، احنا بنلعب كل 3 أيام ماتش دلوقتي، ما كانش بيتلعب كده أيام الكابتن حسام. وكابتن حسام ظلم الكابتن خطيب، وكابتن خطيب ظلم الكابتن الشاذلي، والشاذلي ظلم الدوز. مش هم اللي ظلموه، إنما الظرف، القياس. لا، القياس بيهم في ظرف مختلف. فأنا أرجو إن ما نبقاش معنيين بالعدد قد ما احنا معنيين بنسبة. حتى كمان العوامل المساعدة اختلفت، ده اللي خلانا نقول وصعوبة الكورة صعوبة الكورة، التكتيك بتاع الكورة، العلم اللي في الكورة، الطب اللي في الكورة، التغذية اللي في الكورة، الإدارة اللي عدد في مرات التدريب، الفلوس والدوافع اللي في الكورة. كان بيتمرنوا 3 مرات دلوقتي بيتمرنوا 3 أيام دول في يوم، ودوافع المادة اللي في الكورة. انت عارف ان في فرق اعداد هنا في مصر بتتمرن 3 مرات في اليوم؟ يعني كان بيتمرنوها في اسبوع. القياس مستحيل. منهجيا المقارنة بين اجيال ده كلام مش صحيح. أهمية الأهداف بقى، يعني كابتن الشاذلي الله يرحمه 173 هدف في الدوري، في جابوا بطولتين للترسانة. يعني أنت تخيل لما مش جابوا بطولتين، ما جابوش غيرهم في الترسانة بس، يعني البطولات الوحيدة التي تحققت. فأنت شوف كم عدد كابتن الشاذلي ومصطفى رياض والخليل. نعم. أهداف الكابتن الخطيب ساهمت في إنك أنت تحرز بطولات أفريقية قد إيه علشان تؤسس بقوه للحصول على لقب نادي القاره. طبعا دي يعني بقى يعني أهمية. دي اهميه الاهداف، يعني اللقب الاعظم والارفع في تاريخ النادي الاهلي هو الهدف التاريخي الافريقي بالظبط. الخطيب ظل لغايه من 2-3 سنين فقط الهداف التاريخي لبطولات افريقيا بال 37 هدف. فلما يكون اهداف بهذا العدد تسهم في اللي ياتي البعض يقول لك لا تسهم في البطوله، تسهم في اللقب، تسهم في ان انت تاخد اللقب الارفع والاعظم في تاريخك. نادي القرن. دي اهميه البطوله. واعتقد احنا كنا في غنى والله عن هذه المقارنه بين نجم ونجم، بين لاعب ولاعب، بين فتره وفتره، لانه في الاخر المؤكد كلهم مثلوا الاهلي وكلهم اسعدوا جماهير الاهلي. لكن استوقفنا في كلام الكابتن حسام، ما يصحش وانت بتتكلم على كابتنك الكابتن محمود الخطيب تقول الكابتن رئيس النادي، وانت بتتكلم كمان في تلفزيون عربي شقيق. اما فكره خروج الخطيب ماله يعني ما فكره خروج يعني الجماهير في سباب او في خروج عن الاصول برضه كفايه، ده كلام مرفوض كفايه. بس كمان بلاش استفزاز للجماهير. يعني انا قلت لكم حصل استفزاز لهذه الجماهير وانا شفتها، فبلاش استفزاز للجماهير بالذات لان المباراه على خلفيه ليست طيبه. وشفنا حتى الاستاذ مرتضى منصور لما اتكلم على المسؤوليه في احداث بورسعيد قال ايه كلام، اعتقد كلام مهم جدا حتى وان جاء متاخرا. لكن كل ده في اذهان الجماهير الغاضبه بالتاكيد. فارجوكوا لا داعي ان ننكأ هذه الجراح. الاهلي بمناسبه افريقيا ودوره فيها بيوقع عقد بطولتي افريقيا للكره الطايره للانسات وللرجال. حضر المؤتمر اللي اقيم اليوم في النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، والاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. وكان في ضيافه النادي الدكتور عمرو علواني ابن الاهلي ورئيس الاتحاد الافريقي للكره الطائره ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والاستاذ خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكره الطائره، ومنير بن سليمان نائب رئيس الاتحاد الافريقي. البطولة الأفريقية للسيدات هتقام في الفترة من 5 إلى 15 مارس القادم إن شاء الله، وبطولة الرجال بعدها على طول من 25 مارس إلى 6 إبريل في صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي.
من الطايرة لليد. الكابتن عاصم حماد المدير الفني للأهلي بيطمئن على حالة النجوم الأهلي المنضمين للمنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية في الجابون. الكابتن عاصم حماد بيطمئن على إسلام حسن ومحمد إبراهيم وممدوح طه وإبراهيم المصري وعمر الوكيل بكار ومحمد عصام الطيار فور وصول بعثة المنتخب إلى الجابون للمشاركة في البطولة، وبنتمنى لمصر كل التوفيق فيها بإذن الله. زي النهاردة؟ لا، قبل ما تروح زي النهاردة. عايز زي امبارح انت. لا لا لا، في حاجة مهمة جدا تخص كرة اليد. انه قيمة بطولة بدون الدوليين كسبها الاهلي. اهمية البطولة دي ايه؟ ان انت الاهلي وهو له 6 لاعبين، يعني فريق كامل دولي ما كانش بيلعب. اذا انت عندك الصف الثاني اقوى من اي نادي تاني. فده يطمنك على المستقبل. اللي انا اعلم انه الصف الثاني ده معظمه من الصاعدين. فهذا منحاز لكرة اليد انت. انا منحاز لكل عمل يمشي بشكل صح يطمنك على المستقبل. طب قول لي بقى انت، يعني مبروك مبدئيا العوده للتعاقدات ومهندس الصفقات، هتشمل المساله في كره اليد كل حاجه، كل الالعاب. كل الالعاب. الجمهور ينتظر تدعيمات قويه لكل الالعاب. مش سيبك من القويه والكلام اللي بيعلي السقف، اللي بيعلي سقف الناس، تدعيمات حقيقيه تكمل بهدوء جدا تفوق الاهلي بس. انما قويه وبتاع دي يقول لك لعيب سوبر، ايه معاييره؟ يعني انت رايك المتداول اعلاميا دلوقتي ان الاهلي هيجيب ايه سوبر؟ يعني هيجيب مين؟ ما هو ابتدت الناس تتكلم، يعني هيجيب لعيب اذا وفق هيبقى صفقه العمر، اذا ما وفقش الله. ده يا راجل اللعيب اللي عندك الموفق في خلاف عليه، هو في خلاف في ان اخطر لعيب في الدوري، في الدوري وليد ازارو اخطر لعيب بكل اللي بيضيعه ده، جايب 9 اهداف وجايب 17 جول من يوم ما دخل النادي الاهلي، وجايب لك يجي 20 ضربه جزاء و20 زيهم ما اتحسبوش، هو يشكل خطوره. كونك بقى بتحاسبه على اللي ضيعه مش على اللي جابه، ده معيار تقيل قوي. لكن خلينا ما نرفعش سقف التوقعات للناس عشان الدنيا تمشي صح. المهم ان الاهلي يبقى فريق قوي متكامل. النهارده بقى زي النهارده في ايه؟ يعني زي النهارده في 13 يناير 1978 الاهلي بيفوز على الزمالك، لا مش 78 يا جماعه، 78 1-0 بهدف مصطفى عبده. 78 في 78 نفتكره. دايما وابدا كابتن مصطفى عبده نفتكره بكل ربنا اهداف جميله، يديله الصحه ويقويه. شخص جميل ورائع وانسان طيب قوي يستحق كل الخير، ولازم الناس تفتكره. ابراهيم ما يبقاش بعيد عن الكوره والاعلام بالشكل ده. اللجنه المجتمعيه اللي مجلس الاداره شكلها واسندها اسند رئاستها لكابتن مصطفى عبده فيها الكثير من الادوار ديت، انه يبقى فعلا في دور مجتمعي يعبر عن روح عائله الاهلي بجد. طيب مصطفى عبده نفسه بقى فين الدور المجتمعي معاه هو؟ ايوه، اين هو من الاعلام؟ اين هو من التدريب؟ اين هو من الاداره؟ اين هو؟ هذا لاعب يستحق ان يحظى بالفرص الحقيقيه لانه قيمه حقيقيه. بس طبعا يعني شفنا في هذه الاطلاله الاخباريه استعدادات الاهلي لطلائع الجيش. الاهلي عاد من الامارات، الحقيقه قوبل في الامارات بحفاوه بالغه جدا، ويمكن شفتوا الاسبوع الماضي بعت لك انا الحوار بتاع سفير السعاده حول العالم، عشان كده قلت سمو الشيخ ابراهيم هايص مع سفير السعاده وانا لايس من غيرك. لا الحقيقه يعني ما تفعله الامارات مع السوبر المصري يستحق كل التحيه والتقدير، لانه تنظيم كابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي قال لهم احنا رحنا اليابان 3 مرات، شاركنا في بطوله كاس العالم 10 مرات،
اللي لقيناه من التنظيم ومن الانضباط ومن الحالة الانسيابية العالية جدا حتى في حضور جماهيري مكثف ما كانش متوفر في بطولات العالم في اليابان. يعني يا استاذ ابراهيم في اكتر من اللي حصل في اليابان ده يبقى اعجاز بقى. صحيح. انا ما شفتش نفسي اشوف مره، لكن مؤكد الامارات عندما تتبنى شيء بتعمله على احدث ما وصل اليه العلم. كمان بص يعني هم يسعوا المشاعر مع المصريين. ما هو انا بس خلينا نخلص الحته دي. ما تخطفنيش بطريقه لا تقربوا الصلاه. قول يعني ما هي ضروري انهم بينظموا كويس، ضروري انهم بيعملوا بنيه اساسيه وتحتيه سليمه اللي بتخليهم قبله العالم في معسكرات الكوره. صحيح. لاعتى الفرق الاوروبيه واهم الماتشات العالميه في الماتشات الوديه بتتعمل في ارض الامارات. هذا كله معناه ان الناس دي بتعرف يعني ايه مباراه كبيره وتنظمها ازاي، وكمان خدوا خبرات من تكرار هذا الامر. فمساله منطقيه جدا يعني. أنا أعتقد هذا النجاح الكبير للأهلي في الإمارات يحتاج إلى وقفة ملك وسوبر وكتابة بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. الأهلي في السوبر أمتع جماهيره، أسعد عشاقه، سافر الإمارات بفرحة كبيرة من فوزه بمباراة القمة 3-0 على الزمالك، سافر بفرحة ورجع ببطولة علشان يضيف إلى دولاب البطولات المزيد من الكؤوس. ملك وسوبر وكتابة. الملك هو النادي الأهلي، السوبر هي هذه الكأس التي حققها الأهلي للمرة العاشرة. ممكن أضيف تفسير للسوبر؟ هي هذه الفترة الأسبوعين الماضيين الأهلي يلعب أربع ماتشات يا أستاذ إبراهيم. تخيل حالنا قبليهم وإحنا بنقول بس لو نكسب الأربع ماتشات دول تقوم تكسبهم زي ما أنت عايز وتحقق السوبر وتكسب الزمالك 3-0 وتعدي في الماتشين اللي قبليهم الصعبين، باقي ماتش واحد عشان تتحقق الخماسية اللي إحنا كنا نتمناها، الماتش المؤجل بتاع المقاولون العرب. طلع الجيش الاول؟ لا طلع الجيش ده اول مباراه في الدور الثاني. لكن عندك ماتش مؤجل كمان. لا انا اقصد ان انت عايز تعزز صدارتك للمسابقه بقى، يعني عايز تعلق الى الصداره بالظبط وتخلص الماتش المؤجل اللي هيخليك يبان موقفك، هل انت هتظل على الصداره ولا هيحصل ايه؟ يا رب باذن الله. مباراه الاهلي والمصري، الاهلي خد مباراه السوبر وهو سوبر، يمكن بمنطق الاشياء ما كانش محتاج يلعب مع المصري، لانه انا لما اكون بطل الدوري وبطل الكاس العب مين؟ طب السوبر البطل الدوري بيلعب بطل الكاس، طب انا بطل الدوري وبطل الكاس، قال لك بس لازم أن يلعب. طيب فبيلعب المصري وصيف الكاس. ليه مش وصيف الدوري؟ هو كده لائحه المسابقه، لائحه كده. اذا كان الفريق على اعتبار انه بيلعب في الكاس بالظبط، ان السوبر في الكاس. فبالتالي مش بتدور على المنطق، انت بتدور على ان مين الحماسي اللي في الكاس بالظبط. فبالتالي المصري يشكر ليه ويشكر لجهازه الفني انه كافح لغايه لما وصل لهذه المرحله. وفي نقطه يا باشمهندس اراها مهمه جدا والله، لانه دي اللي بتأجج مشاعر الغضب تجاه الفريق البطل. البورسعيديه شايفين انه سوء حظهم، حتى قالوها لي اكتر اسامه التفاهن ونبيل التفاهن واحنا بنتناقش قبل المباراه بخفه ظل طبعا. اسامه التفاهن قال لي تعالى اتصور معاك قدام جمهور الاهلي قبل النكد ما يبدا، يعني هم برضو حاسين بالقلق من الماتش. عندك ال 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 كل ما يوصلوا لنهائي بطوله ويتعشموا يفوزوا بيها يلاقوا الاهلي قدامهم. ما هو ده زي الاسماعيلي. كل بطولات الاسماعيلي ثرو الاهلي. فبالتالي الاعلام غير الامين يبدا يوجههم لحته الاهلي اللي بيحرمكم من البطوله، الاهلي اللي واقف في سكتكم. طب هو هل المطلوب من الاهلي يفوت المباراه؟ يعني هل الناس اللي بتغذيهم بهذه المساله وهذه الشعور او هذا الشعور العدائي انه الاهلي بيحرم المصري يوصل لنهائي الكاس ايام علاء ميهوب، ف
كمان دراما عاليه قوي يا ابراهيم بصراحه. بالظبط الكاس، كاس مصر السنه دي في اللحظات الاخيره، في اللحظات الاخيره الاهلي دراما يكسب. هي مش فوز وبس، طيب في دراما. يسافر للامارات وعنده امل انه يعود بكاس السوبر ويقول لك سيبوا لنا كاس واحد، انتوا عندكم كتير يا عم، سيبوا لنا نفرح. ده هو كابتن حسام كان حاطط المانشيت ان بطل السوبر وبطل الموسم. فهو كان كانت هتفرق معاه طبعا. ان انا عايز اقول لك انا بطل الموسم لان انا كسبت بطل الدوري والكاس، يبقى انا بطل الدوري والكاس. انا اجدع من بطل الدوري والكاس. ايوه هو دي قيمه قيمه هذه المباراه بالنسبه له وبالنسبه للبورسعوديه. هي كانت هتخلي عندهم قصه تاريخيه تؤكد على معنى كانوا يتمنوه، بس مش ذنب الاهلي يعني. ولكن هو يعني الناس العاقله، هو ذنب الاهلي انه بيلعب كويس؟ ذنب الاهلي انه بيقاتل على المكسب؟ ذنب الاهلي انه بيسعى للفوز؟ ذنب الاهلي انه بيحترم اسمه وتاريخه؟ لا، المؤكد انه الاهلي يتمنى ويسعده جدا ان كل الفرق ترتقي بمستوياتها وتنافس وتبقى في نديه ويفوز من يستحق. اكسب الاهلي وخد بطوله، ما كتير خدوا بطولات من الاهلي. انما ان انا اتنافس واتفوق بشكل شرعي ومحترم من خلال الاهلي، بالظبط، اتنافس واكسب بشكل محترم وشرعي، تيجي انت تزعل علشان انت خسرت؟ طب يعني ايه المطلوب من الاهلي؟ ده السؤال المباشر للجماهير حتى في بورسعيد، ايه المطلوب من الاهلي عشان ما تزعلوش منه؟ يفوت المباراه؟ هل لما الاهلي يقع في سكه المصري في بطوله زي كده او قبل كده او غير كده، ايه المطلوب من الاهلي عشان يبقى فعلا مش دمه تقيل على قلبكم؟ ايه يعمل ايه؟ لو قلتوا يفوت المباراه نتناقش، لكن يلعب باحترام وتلعبه باحترام ويفوز اللي يفوز، يبقى دي مش دي فوارق فنيه وفي الاخر دي كوره. مجله الاهلي خرجت بعد هذه المباراه بعدد خاص يرصد هذه المناسبه الكبيره جدا للجماهير في تغطيه مهمه جدا من ارض الحدث، وكان المانشيت وكمان سوبر ثالث ثلاثيه الله يا اهلاويه. وفكره الجمع بين الثلاثيات هذه ميزه اهلاويه بحته، هذا انجاز لا يحققه او لم يحققه حد الا الاهلي. حدش كسب الثلاثيه. وكمان لما يكسب الثلاثيه يكسبها ثلاث مرات ثالث ثلاثه. فانا شايف انه ده تميز يعني. هنا برضه نقدر نقول ان الاهلي بينافس ارقامه القياسيه، بينافس نفسه. لا ارقامه القياسيه، ارقامه القياسيه. الاهلي يكتفي بهدف ازارو والعين لا تعرف النوم. إيه سهره إيه؟ سهره فعلا لغايه. انا عايز اقول لك على حاجه، في فندق الاقامه بتاع الاهلي رجعنا من الماتش ما تعرفش تدخل الفندق، لدرجه ان اداره الفندق رفعت الفيزيتا بتاعت الاقامه في الفندق في الليله دي 500 دولار اضافي. لانه في ناس جايه من الشارقه ومن الفجيره ومن بقيه ومن دبي علشان تحتفل بالاهلي، وجذبوهم بحته تعالى انزل في الفندق واحتفل بالاهلي. فتدفق المصريون من كل الامارات باولادهم في ريسبشن الفندق منتظرين عوده اللعيبه بالبطوله. طبعا كان الوقت ضيق ان الناس تحتفل، الاسر اللي ما تمكنتش انها تتصور بولادها مع اللعيبه، الكلام ده كان في توقيت الامارات، وصلنا للساعه 11:30 12 بالليل، قعدوا في الفندق في الريسبشن للصبح عشان يشوفوا اللعيبه، عشان يشوفوا اللعيبه وهي نازله 6 الصبح. يا الله يتصوروا معاها، ما مش هيرجع بقى يسافر يعني. كتير منهم طول الليل واحنا بنجهز الشنط عمالين يقولوا لي لا مش هنمشي، لا. وطبعا بيسالوا عليك كتير يعني، كل ما اروح في حته من قلت لهم لا بيخلص صفقات مهمه استنوه بقى. ف يعني ده العين اللي هي ما عرفتش النوم فعلا، انه لغايه الصبح، لغايه لما ودعوا الاهلي الساعه 6:30 الصبح. ف الخطيب واعضاء المجلس يهنئون الابطال ويواصلون مباحثات مشروع القرن في السعوديه والامارات، والكابتن حسام البدري بيشكر لاعبيه ويراهن على لقب الاميره. لانه الكابتن حسام لما سئل في المؤتمر بعد المباراه ماذا بعد، قال لك دور الابطال. ما هو طبعا ده لو عملها بقى الهدف الكبير اللي جاي هيبقى عمل كل حاجه عملها مانو جوزيه باذن الله. اخبار اليوم خرجت ايضا بمنشط الاهلي بطل السوبر في العين، وقالت كلاكيت 10 مرة سوبر جوه وبره شرق وغرب، الأهلي سر القلب يا سيدي.
وقالت الأخبار اليوم الخطيب يحصد أول ألقابه رئيسا للقلعة الحمراء والجماهير تشيد ببسالة أبناء العميد. دي نقطة مهمة. مفيش جدال يعني، سيبك حقيقي الأهلي بجدارة باستحواذ بالأكثر فرص كان يستطيع أن يحسمها بطريقة أكثر سهولة من الجون اللي جه ده، ولكن بالتأكيد أن النضال المصري يستحق التحية. ليه بقى؟ لتاني مرة يمتد معاك طبعا لوقت إضافي يعني في الكاس وفي السوبر. هو كابتن حسام قال أنا إمكانياتي كده ولعبت كده، فده كلام مهم. والحقيقة حتى الكلام اللي قاله حسام حسن وزعل الناس في الزمالك لما قال إن أنا ما خسرتش ثلاثة، هو الراجل ما كانش بيقصد، للأمانة أنا حضرت المؤتمر وسمعتها منه، هو ما بيقصدش، ما كانش بيلقح يعني، ما بيلقحش ولا ما بيهنش، هو بيتكلم على إنه أنا فرقتي برغم الظروف الصعبة وبرغم الإمكانيات اللعيبة ورغم قلة الإمكانيات، لا أنا ما خسرتش من الأهلي، غير بيخسر من الأهلي بثلاثة، أنا ما خسرتش من الأهلي بثلاثة يعني. فيها حتة صغيرة بس يعني مش ده الموضوع. يعني ما هو قال أنا كسبت الأهلي أربعة. بس هو اللي يؤخذ هنا إيه؟ ما هو ده مش مجال المباراة، يعني أنت في مؤتمر عن مباراة الأهلي والمصري في السوبر. بتاخدها في سكة شخصية، أنا 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 أنا. لا أنت هنا مدرب نادي المصري اتكلم على المباراة. لو فعل هذا كان جنب نفسه كثير من مشاكل حسام، ما يستحقش الموقف اللي هو فيه دلوقتي ان كل الجماهير زعلانه منه. لا ما ينفعش واحد بقيمه الكابتن حسام كلاعب اخلص في الاهلي واخلص في الزمالك، بس اخلاصه خلاه غلط في الاهلي وغلط في الزمالك. الناس بتقعد تركز في الحاجات دي، ما بتحسبلكش بقى انت اخلاصك كان ايه. النقطة اللي لازم كابتن حسام كان الأقرب إلى منتخب مصر، كان الأقرب إلى أنه يدرب نادي الزمالك بالتأكيد، ولكن الحاجات دي بتتمسك عليه، وفي ناس خلي بالك بتقعد مستنياك تغلط وانت بتديهم الفرصة دي بتغلط. الأهرام قال الأهلي بطل السوبر بجدارة على حساب المصري، أزارو يستغل خطأ مسعود ليفوز الأحمر باللقب للمرة العاشرة. وقال الأهرام الأهلي فرض شخصية البطل على المصري وحسم السوبر بجدارة. الحارس مسعود لم يصدق تألقه وأهدر حلم الأخضر في لحظة تهور. جريدة الوطن قالت فاز على المصري بهدف من خطأ قتل لحارس بورسعيد وحقق اللقب العاشر على أرض الإمارات. الأهلي سوبر. وقالت الوطن الخطيب يشكر اللاعبين على أول بطولة في عهده، والبدري يحقق ثلاثية الموسم وبكاء جماهير الأخضر داخل الملعب، وحسام حسن يندب حظه ويطلب من لاعبيه التركيز في الدوري، وده المهم. جريدة الوطن قالت أيضا أهل الزمان بطل في كل مكان. الأهلي يتخطى المصري بهدف ويحقق السوبر العاشر في الإمارات، خطأ قاتل من مسعود يهدي الأحمر ثلاثية الموسم. وأخبار الرياضة قالت من بيبو إلى البدري البداية سوبر والمونديال قمة الآمال. والمصري اليوم كان لها عنوان دمه خفيف الحقيقة، عنوان عجبني أنا شخصيا، الأهلي دايما مسعود. يعني فيها توريه مع الحارس. طب ما هو العين ما نامتش، ما فيها توريه. الاهلي دايما مسعود، ومسعود يعني في الاشاره للحارس المصري اللي اخطا هذا الخطا، والاشاره انه دايما الاهلي يعيش السعاده، مسعود اسمه مفعول انه دايما الاهلي يعيش السعاده. اليوم السابع قالت الاهلي يسقط المصري ويتوج بكاس السوبر للمره العاشره. ما في دولة منها لعيب بيلعب في النادي الأهلي إلا واهتمت بهذه المباراة، هتلاقوا اهتمام تونسي واهتمام مغربي واهتمام جنوب أفريقي، وأقول لكم كل واحدة لإيه. هتلاحظ الصحافة التونسية اهتمت بالمباراة فيما يخص جناح الأهلي الأيسر علي معلول. فقالت جريدة الصباح التونسية تتويج جديد لعلي معلول مع الأهلي. ونسمة التونسية كان عنوانها معلول والشعلاني يتوجان بكأس السوبر المصري. وصوت الصفاقسية قالوا علي معلول مع الأهلي يتوج بالثلاثية في مصر. الصحف المغربية هنلاحظ اهتمامها
بوليد أزارو. قالت جريدة أخبارنا المغربية: المغربي وليد أزارو يخرس منتقديه ويقود الأهلي للتتويج بكأس السوبر المصري. وهبة بريس المغربية قالت: وليد أزارو يمنح الأهلي المصري الثلاثية بعد 10 سنوات. راديو مارس المغربي قال: أزارو يقلب الطاولة على معارضيه. صحف النيجيرية بقى علشان جونيور أجاييه. أجاييه يتفوق أو يتذوق فوز السوبر المصري مع الأهلي. وجنوب أفريقيا اهتمت صحافتها علشان بكى. لف أفريقيا كلها السوبر ده. فقالت صحيفة كيك أوف: بكماني يحصد ميدالياته الأولى مع الأهلي بالسوبر المصري. أنا عايز أقول حاجة بقى. يعني خلاص الجولة الجولة الحرة، الجولة الإفريقية في الصحف الإفريقية التي تبعت لاعبوها أو لاعبيها، لاعبيها ولا لعبوها؟ لاعبيها لاعبيها. كل واحد زي ما أنت بتقول في يعني خصوة. رصد ذكي اتكلم على اللعيب بتاعه بيرفع معنوياته. لكن الناس لازم تدركوا قيمة فوز اللعيبة دي مع الأهلي، عمل فيهم هم إيه بقى؟ أيوه. تجد علي معلول أول ما قالوا له جاي لك وعروضك ومش عارف، قال لهم أنا سعيد جدا في الأهلي وكل أملي دلوقتي وأقعد وأكسب بطولة أفريقيا نشوة. أزارو الذي كان يعاني قبل أيام من النقد والجمهور بيقول له إيه؟ يلعب يالا يلعب يالا ويرقص، لدرجة إن المذيع الإماراتي يقول له: ما سر هذا التعلق بالجمهور المصري بيك؟ اتقلبت الحالة 180 درجة، ليبتسم ويهزر ويخش مع سعد سمير بقى واحد تاني. وانا عجباني شخصيته جدا لانه ما شفتوش مرة منطعد حتى في الملعب. ممكن يبان عدم ثقته انه كان يقدر يشوط او يحط في الجون، بيلعب بالعرض، لكن هو دلوقتي يشعر انه اصبح يحدث فارقا في النادي الاهلي، وان الجمهور بدأ يشعر انه لا، في تقبل جامد جدا لأزارو دلوقتي. بالنسبه لباكا ما لحقش، هنشوف باكا، لكن أجاييه نجم الموسم، نجم الموسم، مش عايز مناقشه. فانا بس الماتش ده كان اقل شويه. ما سيبك من اقل واكتر، ما فيش لعيب هيفضل يديلك نفس الاداء، لكن لما تقول اقل تلاقيه 7 من 10، مش هتلاقيه 2 يعني، واخد بالك؟ انما هو عريس برضه، ما تنساش ان الفتره دي لازم تعرف ايه اللي شغل دماغه. ما هو الفتره دي تحديدا هو اقل من الفتره السابقه. أيوة. ده راجل سافر مرتين واتجوز وعمل مشغول بتجهيزات وبيروح البنك يحاول فلوس، شفت انا في البنك في النادي الاهلي، يعني عنده التزامات وعنده حاجات. اذا هو انت كنت في البنك بتعمل ايه؟ بشوف جاي بيعمل ايه في البنك، مشيت وراه. ما بتخلصش حاجه؟ لا، البنك في النادي الاهلي بيشتغل 7 ايام. انا عارف، بس في الاسبوع مش بتخلص حاجه ليه؟ ما انا شفت جاي داخل لازم اعرف بيعمل ايه. يعني انت رايح عشان تعمل صفقه ولا يعني؟ وانت يعني لازم تسال. انا همشي وراك بعد كده، اللي طيب. من دول هتوديني سيد عبد الرحمن. انت بقى خدت افريقيا، خد لنا بقى الخليج. طيب صحافه المكان بقى حيث الحدث. صحف الامارات زي شعب الامارات زي مسؤولي الامارات عاشوا السوبر المصري وسعداء جدا باستقباله، وزي ما قلت لك يا باشمهندس الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان سفير السعاده حول العالم. هو اسمه سعيد، لازم يبقى سفير السعاده. لا، العين كمان مختاره. وعلى فكره الناس برضو، انا سالت السؤال ده يمكن يعني ايه سفير السعاده؟ لا، قلت له يعني العرب يشوفوا طرف سياسي انك انت توصل لدرجه يبقى عندك وزاره للسعاده. شرح حالي يمكن في الحوار ظهرت، عايزين نفهم. بقول لك بص، احنا بنتعامل مع المساله في المنشا بتاعها. الانسان بيتعرض لضغوطات. هذه الضغوط في حياته بتسبب كل الامراض والمشاكل. احنا عايزين نذلل اسباب المشاكل النفسيه. هدفنا اشعار الانسان دايما بالسعاده. سفاره او وزاره السعاده وزيره ليها في الامارات، قلت له طب احنا يعني وزاره السعاده بتعمل ايه؟ ايوه، عايزين نعرف. قال لي بص، ما في مؤسسة أو هيئة أو ديوان عمل حكومي زي ما فيه
موظف مراقب للجودة، وفي إدارة للشؤون القانونية، في إدارة للسعادة. قلت له، قال لي آه، مسؤوليتهم الناس واخدة حقها، إنه مفيش مواطن يخرج من هذه من هذا المكان إلا وهو سعيد. لو امتعض وزعل يبقى إدارة السعادة عندها مشكلة. لو موظف عامل المواطن بتكشيرة وبزهق يبقى إدارة السعادة عندها مشكلة. هدفها إشاعة حالة البهجة في علاقة المواطن. طب والناس اللي عندها استعداد طبيعي إن تبقى زعلان، يقعدوه. ها؟ يقعدوه، ما تشتغلش. أنت بتأدي عمل، إن ما كنتش سعيد مش هتنتج. بس ليه؟ لأنه الكآبة اللي أنت فيها هتصدرها للراجل التاني. مع الفلسفة حلوة جدا. أه طبعا. إنما طرف سياسي. بص، ما هي وإلا بس هو الإماراتية، ما هو دول ناس شاطرة. أنا بحب فيهم. بقول لك ده بناء على الدراسات. بحب فيهم فكرهم إيه؟ طب والدراسات دي ما كانتش في أمريكا؟ ليه؟ ما ده هتلاقيه موجود. هو الاتش ار، الاتش ار بره. ايوه، واخد بالك؟ ما اسموش السعاده، بس هم بس ليهم هذا. عايزين يقدموا، انا تصوري عايزين يقدموا النموذج ان هم يبقوا البايونير بالظبط اللي اخترعوه. فلما العالم كله يشعر بقيمه هذه الوزاره يبقى المخترع اماراتي. وهذا بلد المنشا. وهو ان كانتش تطلع من الامارات هتطلع منين؟ صحيح. هذا البلد الذي صنع نفسه لشعبه كل شيء، صنع نفسه من 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 الصفر لحد ما بقى عنده وزاره للسعاده. انك انت في النهايه، يقول لك انا في النهايه بخلص الانسان من الضغوط والمشاكل النفسيه اللي بينتج عنها امراض بتكبل الدوله انفاقات كبيره، وايضا بتعرض الانسان لامراض. ماشي يا بيه. صحف الامارات بقى، جريده الاتحاد، قالت استاد هزاع بن زايد يخطف الاضواء في احتفاليه مصريه رائعه. كان برضه اللي يخصه بالظبط. وكان منشتها الاهلي سوبر 10. البيان الاماراتيه قالت الاهلي المصري سوبر للمره العاشره. والخليج الاماراتيه ثلاثيه مميزه لبطل مصر، الاهلي السوبر العاشر في تحفه الملاعب. كل واحد واخد ما يخصه. الانتقائية. لعيب الانتقائية. لكن عنده المنشأ. أيوه. عنده البنية التحتية. جاب سيرتها. بالظبط. وهو ده الجميل في الموضوع يعني. وجريدة الأخبار، فرحة الأهلي سوبر، مكافأة فورية للاعبين، وسيد عبد الحفيظ يقول حسمنا اللقب بشخصية البطل. وقالت الأخبار أو جريدة الأخبار في حوار للكابتن حسام البدري في حوار سوبر، جمهور الأهلي عاشق للبطولات، وخطط للتتويج الافريقي وهدف الحفاظ على الدوري والكاس. وقالت الاخبار العريس ازارو بيقول لا افكر في الاحتراف الخارجي، ومعلول بيقول طعم خاص، واسلام محارب يؤكد نفسي مفتوحه للانجازات. وده اللي انا بقوله بقى، شفت اللعيبه المحترفه عندك مردود البطولات عليها ايه؟ ما هو الراجل سفير السعاده قال لي الاهلي تاجر السعاده الاول الاهم، لانه ما في جمهور في العالم يشعر بالسعادة زي جمهور الأهلي كما يشعر بها جمهور الأهلي. صح صح. الجمهورية والله قالت والله ما قصر. الجمهورية قالت أجازة ودولارات وتسوق في المولات. أي يا سيدي، مكافآت سوبر في الأهلي. ده النقي بقى بتاعنا. وقالت الجمهورية الحقيقة صديقنا العزيز علي معالي بيسلم عليك الحقيقة. والله وحشنا جدا علي. متألق علي في الصحافة الإماراتية في جريدة الاتحاد، وأجرى حوار هو مقرب من ديجو أرماندو مارادونا. مارادونا مقيم في دبي ويدرب أحد أندية الدرجة الثانية حتى، لكنه عاشق للإمارات ومرتاح فيها، فدي إقامته الدائمة. فعلي معالي خلاه يحلل مباراة السوبر للجمهورية، فقال الكأس ذهب لمن يستحقه، الأهلي اعتمد على القبضة الحديدية، وحسام سقط في نظرية الحزام. وقال مارادونا حارس المصري متهور، والمباراة لم تكن ممتعة. هو مرتاح قوي هناك، هيلاقي فين العز ده؟ فهو بص هو حتى هو قاعد مع علي مريح بياخدوه. يتفسحوا ايه؟ يعني انا رحت قبل كده مفيش مناسبة الا لما تلاقيه مدعو، يعني هم يعني هو طبعا نجم من العيار فوق التقيل كمان. البدري المسا بتقول البدري بيقول للاعبيه السوبر مش كفاية لجماهير الاهلي المخلصه. الحقيقه كابتن حسام البدري قال في المؤتمر، قال لك احنا كجمهور لو بطلنا نحلم نتعب.
الاهلي ما بيشبعش بطولات، الاهلي كل مباراه بيلعبها هدفها المكسب، وكل بطوله بيدخلها هدفه الفوز بيها. فبيقول لا مش هنقف عند حد لانه احنا ما بنشبعش. طيب ده الجوله الصحفيه اللي فيها هذه الانتقائيه، كل دوله ركزت على النجم بتاعها، الامارات ارض السوبر ركزت على المنشاه وعلى فرحه الجماهير وعلى تتويج الاهلي. نشوف التحليلات الفضائيه حيث الناحيه الفنيه بقى. كابتن محسن صالح نجم الاهلي ومدرب المنتخب السابق في تحليله لقناه ابو ظبي الرياضيه لمباراه السوبر، نشوف الجماهير. وحشنا محسن صالح، اول مره يطلع يعني. بالفعل هو توقع ان المباراه ممكن تطول الى التعادل، ولكن كان في الامكان انهاء المباراه في وقتها الاصلي نظرا لافضليه النادي الاهلي والفرص التي اتيحت له. كان من المفروض ان يفوز الاهلي ولكن ليس بهذا الهدف. هذا الهدف هديه واضحه من حارس المرمى الى ازارو ليسجل هدف فوز ببطوله كبيره، يعني السوبر تسجل بطوله للنادي الاهلي لعب فيها الحظ دور كبير في تسجيل الهدف من هذه الهدية. ولكن بصفة عامة النادي الأهلي استحق الفوز نظرا لمستواه طوال المباراة، سيطرته، انتشاره، استحواذه وفرصه. النادي المصري يعني أنا أعتبر أنه هذه يعني من أسوأ المباريات التي قدم فيها النادي المصري هذا المستوى. تعودنا منه على الندية الكاملة، على الهجوم، على الضغط، ولكن كل هذا لم يكن موجود في هذه المباراة، ربما لأنه في أجواء جديدة على النادي المصري. أولا أنه أمام جماهير كبيرة، ثم الملعب، النادي الأهلي تعود على هذه الجماهير، تعود على هذا الملعب. هذه ثلاث هذه الإحصائيات تعبر عن سير المباراة. امتلاك الكرة 62% مقابل 38% لفريق المصري، 26 محاولة مقابل 10 محاولات، 19 تسديدة مقابل 5 تسديدات، 8 ضربات ركنية مقابل ضربة ركنية واحدة. الأخطاء أبدا لا تكذب، هذه هي الأخطاء في اللي كانت في المباراة، وهذه هي الكأس. وللمرة العاشرة مشاهدينا الكرام الأهلي يحقق بطولة كأس السوبر المصرية. بص المحسن لخص الموضوع، بختلف معاه بجملة واحدة، ان الهدف هدية من الحارس لأزارو. لا، الهدية انك انت زي الكورة بتاعت الشناوي اللي بصاها لأزارو او بصاها سيارة. لكن هو اخطأ نتيجة ما كانش متوقع ان أزارو هيعمل سبرينت ده والمدة ويضغط عليه بالشكل ده، ففكر يرقصه على اساس ان أزارو يندفع يتزحلق ويطلع هو يبصيها فيعمل لقطة كويسة. ففوجئ ان أزارو ده لا اتزحلق ولا عمل، ولف بسرعة وقدر يستحوذ على الكورة. اذا أزارو له فضل في هذه الفرصة، ولكن غلطة من الجون. غلطة من الجون. تحب تكلم مارادونا ولا صديق مارادونا؟ لا، ما هو انت مش هتعرف تجيب مارادونا. مين صديق مارادونا بقى؟ علي معالي. ده صديق انا علي معالي. يا استاذ علي اهلا بيك. يا اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، واهلا باشمهندس عدي. ازيك يا علي؟ وحشنا يا علي. ازيك يا علي؟ ربنا يخليك، ربنا يخليك يا باشمهندس حضرتك. الله يخليك يا علي. المهندس عدلي استريح من المناكفات بتاعتك والاخبار اللي انت بتحاول تستلقطها منه بقى. والله يا اخي مشتاق للمناوشات بتاعته من زمان يعني، ويضحك علينا مره ويزدق معانا مره، وهي ماشيه كان نبور معايا يعني. اسمع بس، ما هو انت ارتحت من مناكفتك، بس انت زقت لي واحد وقلت لي ده قريبي، وبعدين انا شاكك في حته انه قريبك دي، ها؟ قايم بالدور على اكمل واحد، شادي الجيلاني. انا على الهوا مش عايز اتكلم. طيب قول لي يا علي، انت عملت موضوع مهم للجمهوريه، انطباعات مارادونا عن السوبر المصري، ملخصه ايه؟ للامانه الراجل بعد ثاني يوم من الماتش، هو طبعا انا كان في محاوله كنت بعملها يوم الماتش، ليله الماتش، يوم الماتش الصبح على اساس يحضر المباراه. كنا عاملين مفاجاه يعني، لكن للاسف تعب، مرض، ما طلعش من البيت يوم الماتش خالص. ثاني يوم بتواصل معاه، كان زعلان جدا انه ما جاش الماتش، قال انا كان نفسي اجي المباراه، وسمعت ان كان في جماهير كثيره موجوده في الماتش، وكان نفسي اشوف جماهير الاهلي اللي شفتها في ماتش روما لما كان برضه في نفس الملعب،
فكان حزين جدا وما جاش الماتش للامانه يعني. كنت انا متفق معاه على اعتبار انه اذا ما جاش الماتش يتابع من خلال التلفزيون حسب على قد ما يقدر يعني. فالراجل استجاب للدعوه الحمد لله بحكم العلاقه الجميله اللي معاه يعني. وتابع وعمل لنا مقتطفات. انا بعتقد انها لاول مره في عشر التجريده المصريه ان مارادونا يحلل ماتش مصري يعني او سوبر مصر او اي ماتش مصري بشكل عام لجريده مصريه، وافاض واستفاض بشكل ايجابي يعني. هو عجبه طبعا زي ما اتكتف الجمهوريه ان الاهلي يستحق الفوز، وان الاهلي كان الكاس هو اللي لعب من البدايه حتى النهايه على اساس انه يدوج له، وده كان فوز مستحق في النهايه. لكن بشكل عام الاداء بشكل عام ما كانش عاجبه يعني، على اعتبار انه اتوقع ان المباراه من البدايه لان هي هيكون فيها حماس اكثر، هيكون فيها اهداف اكثر، هيكون فيها فرص اكثر، وعاب الجون الحارس بتاع المصري طبعا على الخطا الكبير اللي وقع فيه، وحتى قال باللفظ كده انه حارس متهور المفترض المنطقه دي ما يتعملش فيها الحركات دي يعني. طب قال حسام سقط في نظريه الحزام، يقصد ايه؟ انه كان بيلعب بطريقه من طرفين الملعب ويضغط على الملعب من الطرفين، والاعداد من الدفاع بحيث انه يحزم الملعب داخل ملعبه. لكن قال ان الحته دي الفريق المصري كان ليقضوا الى حد ما بتساعده فيها، وحاول انه يخترق من دفاع الاهلي بحيث انه يفك الحزام المفروض عليه ده يعني. السوبر 23,000 مشجع حاضرين في استاد هزاع، اعتقد ده عدد كبير في هذا الملعب يا علي. هو كمان بمارادونا تحديدا يعني مش متخيل ان فريق بيلعب بره ارضه ويلاقي هذا الزحف الجماهيري الكبير جدا يعني. احنا مثلا لما بنلاقي دول اوروبا بتعمل ماتشات في بلد ما، اللي فرنسا بيلعب في انجلترا، اللي بيروح هناك مشجعين كوره مش مشجعين النادي نفسه يعني. لكن اللي شافه في ملعب هزاع بن زايد سواء الماتش ده او ماتش روما تحديدا كمان، انه يشوف 24,000 او ما يقارب 24,000 متفرج لفريق واحد. فريق واحد في مكان في بلد بعيده ثلاث ساعات او اربع ساعات طيران. طبعا هو مدرك الطبيعه الجغرافيه والطبيعه الاجتماعيه والطبيعه التكوينيه بتاعت الامارات بشكل عام. لكن ان يصل هذا العدد، وفي يعني ممكن يوصل لضعف هذا العدد جماهير ما جاتش مثلا، الملعب يمتلئ بهذا الشكل، فده كان انبهار منه يعني. الماتش اللي فات اللي شافه الراجل من كتر اعجابه بشكل الملعب والتشجيع سجل فيديو على الموبايل بتاعه للمدرجات ومحتفظ بيه حتى الان عنده يعني. فدي حاجه كمان لحقنا احنا كمان ككره مصريه بتلعب خارج حدودها كجماهير مصر. يا علي دي بتقودني لفكره وكلمه كلام يعني لمده طويله يتردد، اصل الاهلي متفوق جماهيره في مصر، لكن بره في الخليج لا الوضع مش كده. يعني كل الاحداث في كل مره تثبت بالعكس، جماهير الاهلي في الخليج تضاعفت جامد جدا لدرجه قاربت من نفس النسبه بتاعتها في مصر. انت شايف كده ولا تقدر توضح لي الصوره اكتر؟ دي حقيقه واقعه على ارض الواقع من المدرجات والماتشات. وبعدين في حاجه يا باشمهندس ابراهيم كمان، دائما الانديه جماهيرها بتكتر ليه؟ بسبب بطولاتها، وده امر طبيعي. انا كنادي اهلي او زمالك او سين من الانديه المصريه، بطولات لما بتكتر جماهيره بتكتر، حتى بلاش في مصر، بره مصر، لان يعني في يعني حضرتك شفت مثلا في مصريين كتير جدا مولودين بره مصر. تحديدا في الامارات عدد كتير جدا من المصريين مولودين في الامارات، لكن من خلال البطولات اللي بتحصل والاحداث والنتائج بالفطره بشجع بيروح للنادي ده يعني. فهنا في الامارات او في الخليج بشكل عام لا، في قاعده عريضه للجماهير للنادي الاهلي بشكل عام، وده احد الاسباب الرئيسيه اللي طبعا البطولات على مدى السنوات اللي فاتت والتاريخ بتاعه يعني، ده امر واقع لكل الناس يعني. طيب علي، رغم تذاكر المباراه، لان انا لاحظت ان تذاكر المباراه ربما كان اسعارها عاليه، قالوا لي التذكره ب 125 درهم، مباراه ريال مدريد في كاس العالم للانديه كانت ب 40، ده صحيح؟ لا صحيح، و40 و50 يعني. يعني ريال مدريد التذكره ب 40 و50 درهم، مباراه الاهلي والمصري ب 125 وحظيت بالقبول الكبير ده. هما هنا بيلعبوا دايما، اي شركه بتنظم حدث خارج مصر خاصه للاهلي او الزمالك برضو بيلعبوا على وتر ان الناديين دول لهم جماهيريه كبيره ولهم متابعين وبيحضروا حتى لو التذكره وصلت 200 درهم او اكثر من كده يعني. صحيح. لكن ودي برضو تسويق جيد وتنظيم جيد يخلي اي شخص يفكر انه يعمل مباراه كده خارج مصر
بيستفيد طبعا بها يعني مبالغ كبيره جدا، ومستفيد ان حتى بيستفيدنا احنا كمان، احنا بنشوف اللعيبه بتاعتنا، بنشوف الفرق بتاعتنا، ودي برضو حاجه بالنسبه لنا. انا لما اروح ماتش ادفع 200 درهم انا ما بكونش زعلان يعني، انا برضو رايح اشوف النادي بتاعي، رايح اشوف تبقى صراحه بتبقى سهره كويسه، وهم بيلعبوا على هذا الوتر، اي منظم بيلعب على هذا الوتر يعني. علي كانت فرصه كويسه ان احنا لا عايز اساله بس عليك. عايز اساله السؤال الاخير. بقول لي يا استاذ علي يعني كان في تخوف ان طرفي المباراه هو معانا. اتفضل. كان في تخوف المره دي، كان يقال اصل المباراه مش بين الاهلي والزمالك فالعدد مش هيكون بهذا الزخم يعني، لكن انا شايف ان المره دي يمكن العدد اكبر من الماتشين اللي فاتوا، الكلام ده مظبوط ولا لا؟ مش اكبر لكن يقارب يعني، انا لما قلت المره اللي فاتت 24000 والنهارده 23900 يعني احنا بنتكلم في 500 او 1000 مثلا. المره اللي فاتت احنا بنتكلم كنا بنتكلم في فرقتين كبار مع احترامي طبعا للمصري، فرقتين كبار جماهيريا خارج مصر يعني، انا بتكلم على الشعبيه. الاهلي والزمالك، لكن لما تشوف الماتش كله استاد هزاع بالذات 24000 يكاد يكون ممتلئ الماتش عن اخره، وده يؤكد ان الاهلي هيلعب بره مصر ليه جماهير هتملى الملاعب، الزمالك هيلعب بره مصر ليه جماهير هتملى المدرجات، يعني دي حاجه ايجابيه جدا بالنسبه لنا، وتحديدا الاهلي ان برضو ما شاء الله بطولاته بتخلي كل حتى الناس الاماراتيين اللي ما شافوش اهلي او زمالك يميلوا الى النادي اللي بيحقق بطولات يعني، مع احترامي لكل الانديه، لكن النادي اللي بيحقق بطولات بيجذب اليه الجماهير من خارج مصر بشكل عام يعني. تمام، ونشكرك شكرا جزيلا الى لقاء العزيز جديد الموسم القادم باذن الله. شكرا جزيلا للزميل علي معالي النقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه. كابتن محسن صالح كنت بتتكلم على الفيديو بتاعه، هو قال لك الاهلي كان المفروض يكسب، كان الاكثر سيطره، كان الاكثر خطوره، المصري ما قدمش المباراه اللي قدمها قبل كده بكتير، كان عايز يعني يقول يعني لكن ما كانش يكسب بالجون ده. بالظبط، كان وانا كنت نفسي يكسب بجون تاني. بس ده برضه لازم يحسب يا اخوانا للذي سعى انه يضغط ويغلط، كان ممكن ما يجريش خالص، ده جري منين؟ صحيح يعني، فهي الفكره لا نبخس احد جهده يعني. صحيح، ما هو كان يقدر يشتت على طول الجون، بس هو صحيح ما تخيلش ان في لعيب هيجي يضغط عليه بسرعه، قال لك رقصه والتاني برضه ما تزحلقش وكمل. لا، ده رد على طول، لف ورجع يعني، في حاجات بطبيعه الاداء العضلي والحركي لا تحسب لازاره، مش عايز اناقشه. حلو، الاداء العضلي والحركي مع بعض. طيب كابتن بدر رجب صانع النجوم وصانع الموهوبين وتقريبا معظم اللعيبه المميزه اللي موجوده في معظم الانديه، من تجربه بدر رجب مع كورفر الهولندي في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. بدر رجب الذي يعمل الان في الامارات كان من ضيوف قناه ابو ظبي الرياضيه في تحليل هذه المباراه، نشوف رؤيته لفوز الاهلي بالسوبر. النهارده انا قلت قبل كده ان في فرق ان انت تنافس على بطوله وان انت تحقق بطوله، البطوله لها مقومات ودي كانت موجوده عند النادي الاهلي، مش عشان كسب، عنده الدكه احسن من عند الكابتن حسام حسن، بشكر الكابتن حسام حسن على ادائه طوال ال 120 دقيقه، لعب على قد امكانيات لعيبته، كان عيبه النهارده ان هو ما كانش عنده اي نواحي او اي ميول هجوميه، النادي الاهلي استحوذ المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه، عمل سيطره، عمل انتشار، عمل اتساع، عمل خلق فرص، ولكن فرص غير حقيقيه باستثناء الغلطه اللي غلطها حارس المرمى المصري واهدى البطوله للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده البطوله العشرة من 15 بطوله، وده رقم كبير جدا يا كابتن يعقوب، يدل على ان النادي الاهلي نادي بطولات، والنادي المصري كويس قوي 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 ان هو وصل للسوبر، واعتقد ان هو حسام لعب على قد امكانيات لعيبته الموجوده واستغل كل قدراته الموجوده الفنيه والمهاريه للعيبه حتى بتغييراته، ولكن هو بيقابل خصم عنيد ومؤسسه قويه جدا الا وهي النادي الاهلي بطل افريقيا، اكبر نادي عنده بطولات، اكبر لعيبه في المنتخبات المصريه بتخرج من النادي الاهلي، لعيبه عارفه يعني ايه بطوله، متربيه على ايه، ازاي تجيب بطوله، عندهم شخصيه في اي وقت بيلعب بطوله بيبقى مصروع ان هو ياخد البطوله عشان يفرح بيها جماهيره ويفرح بيها نفسه. اللعيبه في النادي الاهلي طول عمرها
عندها قدرات خاصة تقدر تكسب في أي وقت، لأن دي الموضوع بيبقى محافظة على البطولة. الذهاب بالبطولة سهل، ممكن تاخد بطولة مرة لكن ما تقدرش تحافظ عليها طول السنين دي. أما يبقى عندك نادي واخد 125 بطولة بينافس برشلونة، فأنت قدام نادي محترم ألا وهو النادي الأهلي. بشكرهم على الأداء الجميل اللي هم أدوه النهاردة، بغض النظر إن هم كانوا يعني بيسيروا المباراة زي ما هم عايزين، وإن كان الوقت طول عليهم شوية، لكن أنا ما كانش عندي أدنى شك في كده. قلت لك يا كابتن يعقوب ان النادي الاهلي هيحسم المباراه والنادي الاهلي هيكسب، وفعلا النادي الاهلي كسب. عايز اشكر النادي لعيبه النادي الاهلي بالتحديد والجهاز الفني، وخصوصا الضغوط اللي كانت على الكابتن حسام. يعني الكابتن بدر رجب بيؤكد على شخصيه البطل، وانه دي شخصيه البطل المتوفره عند لعيبه النادي الاهلي اللي دايما وابدا ساعيه وراغبه وكان على ارض الواقع يعني. بالظبط، انما مش عايز تقول له كفايه بقى وتعالى بقى، مش ضروري اخر دورين يعني. انت قلت له كده، انا عايز اقول له ارجع بقى، الاهلي محتاجك جدا يعني. الاهلي محتاجه، وان شاء الله يعني ربنا يوفق مجلس الاداره ولجنه الكوره في ان هي تنهض بقطاع الناشئين المهم باذن الله. طيب نشوف بقى الاستاذ خالد ديومي في ابو ظبي الرياضيه ايضا وتحليله لهذه المباراه. خالد بيومي، شفنا استحواذ اليوم للاهلي من بدايه المباراه، لكن الاستحواذ كان استحواذ سلبي مش ايجابي، يعني ما شفنا تلك الخطوره، ما شفنا تلك الاهداف. يعني على الاستحواذ هذا المفروض تكون في نهايات افضل من كذا. هي ممكن تكون في الشوط الثالث والرابع زادت المساحه اكثر للنادي الاهلي، وتحركنا وشفنا خطوره ثلاث اربع كور كان ممكن يكون جوال بالنسبه له. انما التنظيم الدفاعي بتاع النادي المصري والطريقه للعب بها حسام حسن يعني كانت لحد ما تنظيم جيد جدا جدا، دفاع على قدرات على قدر الامكانيات اللي موجوده فيها فريق المصري. مصر لعب لانه ما عندوش دكه ونواف، وبالتالي لعب على الامكانيات اللي متواجده عنده. مين بديل ياسر الحرب احمد جمعه في النادي المصري؟ لا يوجد. فالنادي الاهلي عنده 3 4، وبالتالي هو بيلعب على الهجمه المرتده، بيلعب على التمديد وقت المباراه، بيلعب على ركلات الترجيح على قد امكانياته. الاستحواذ كان للاهلي، الخطوره كانت عاليه جدا للاهلي، الكرات كانت قليله جدا للاهلي، وخصوصا وليد اوزارو في اضاعته للفرص. يعني فرصه او فرصتين يعني ممكن يكون لاعب سريع، ممكن يكون لاعب قوي، ولكن عنده اتخاذ القرار بطيء شويه في انهاء الهجمه والفينش بتاعه، وممكن يتصلح الموضوع ده مع المدير الفني. انما الاهلي كان خطوره على الاطراف ممتاز جدا عند علي معلول ووليد قبل ما يخرج، وبعد ما نزل مؤمن وكمان اسلام محارب. الخطوره من نص الملعب عند عبد الله سعيد، وكان بيساعده وليد السوليه. الضغط العالي بتاع النادي الاهلي نظرا لاستخدامه ال 50 60 متر اللي سايبهم من النادي المصري باللعب تحت الدايره، وده كانت نقطه ايجابيه جدا للنادي الاهلي انه ضغط بكل خطوطه، ما ادوش فرصه للنادي المصري ان يعمل هجمه او اثنين او ثلاثه. تلعب مع فرقه طوال 120 دقيقه عندها كورنر واحد بس. اي بس ما علي، بس انت ك ك ك ك كمدير فني من المفترض منك انك تشوف حلول. النادي المصري؟ لا 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 الاهلي اكيد، هو الحلول عملها لما نزل مؤمن زود اكتر بالنسبه للاعب اللي هو مؤمن من اكتر من الناس اللي تقدر تتابع وتعمل المتابعه جوه خط 18، وعنده حلول وصايع كوره بلغه كره القدم المصريه اللي وهو يمكن على الصوره قدامنا فرحان بالكاس. النقطه الثانيه اسلام محارب، انا وجهه نظري بس الشخصيه ان حسام البدري اتاخر شويه في التاخير في التغيير، وخصوصا ان هو يعلم جدا ان دكه البدلاء المصري ما فيهاش اللعيب اللي يقدر يسعفك. متفق مع ما قاله الكابتن خالد بيومي، اختلف قليلا مع اللي قاله استاذنا الكبير السعدي يعقوب. سعدي ليه بقى؟ لان هو ازاي مش شايف ان الاهلي كان خطر؟ ما دي حلول. في فرق بانك انت توصل للجون وما توفقش، فرق ان انت ما عندكش حلول. الحلول هي اللي بتوصلك للجون والفرص. طالما ان في فرص ومتعدده ومكثفه، وخصوصا في الوقت المحتسب بدل الوقت الاضافي، يبقى انت عملت الحلول اللي انت شايفها صح. توفيق اللاعبين بقى هو اللي كان بيفتقد يفتقد في اللحظات دي. انما ان انت في الاخر تفوز حققت هدفك. طيب هو سأل سؤال مهم جدا، وانا سمعت تفسيره من الكابتن حسام البدري ومتفق معاه تماما. هو قال انا الكابتن خالد بيومي قال انا مختلف على تاخر التغيير بتاع الكابتن حسام. بس كابتن حسام تفسيره الموضوع ده ايه؟ قال كده بالظبط،
انا عارف ان دكه الاسماعيلي في الوقت بدل اسف المصري في الوقت المحتسب بدل من ضائع مش هتبقى زينا في الوقت الاضافي تقصد صلح لي كده على طول في الوقت الاضافي في الوقت الاضافي هو انا اتعمدت اغير عشان ابقى انا اكثر حيويه في الوقت الاضافي. أنا عايز أقول لك على حاجة. وهذا ما حدث. يعني انت لما تشوف بقى فلسفته تحققت على ارض الواقع اخطر وقت للنادي الاهلي كان في الوقت الاضافي. واحنا في قرب نهايه الشوط الثاني قعدنا نسال هي المباراه فيها ضربات جزاء مباشره ولا وقت اضافي؟ يمكن زميلنا ايهاب الخطيب ومعرفش اكتر من حد جه سالني. انا كان تفسيري او توقعي ان المباراه فيها اكسترا تايم من خلال تعامل حسام البدري مع التغييرات. ايوه وهو حسن قلت لهم بص حسام البدري مش هيتاخر قوي في التغييرات الا لانه عارف انه فيه اكسترا تايم وانه بيدخر تغييراته للوقت الاضافي علشان يبقى فايق بدنيا وعنده افضليه على المنافس وجربها في الكاس ومشت وفي المؤتمر الصحفي لقيته بيقول كده بيقول انا كنت بطيء شويه في التغيير عشان متحسن على فكره للاكسترا تايم قالها من غير ما حد يساله وده دليل صدقه يعني صحيح صحيح يعني المفروض انه صادق طب ما نشوف بقى ميدو منظره المدرب والكوتش الدارس شايف الموضوع ازاي في اون سبورت مبروك للأهلي الحصول على بطولة في رأيي مهمة وأسبوع مهم جدا للنادي الأهلي بدأوا بمباراة القمة والتغلب على نادي الزمالك بنتيجة تقيلة 3-0 ثم بعد كده الفوز على النادي المصري في مباراة السوبر وفي رأيي الأسبوع ده كان نقطة تحول كبيرة أو مرحلة كانت صعبة جدا ممكن تكون على الكابتن حسام البدري قدر أنه يقودها بنجاح لان مش سهل ان انت تخرج من مباراه قمه تكون كسبان فيها ثم بعد كده ان انت تي سفر واجهاد وبعد كده تلعب قدام فريق عنده انرجي عاليه جدا وعنده طاقه كبيره جدا والنهارده الكابتن حسام حسن صعب المباراة على الكابتن حسام البدري صعبها عليه بشكل كبير جدا زي ما احنا قلنا تخلى عن اسلوبه اللي بيلعب بيه دايما باسلوب اخذ البدري اللي هو عايزه من المباراة يعني هو تخلى عن اسلوبه الضغط العالي اللي قاله ميدو سمعته من المهندس عد في الفصل اللي فات واشار ليه من شوية انه ما كانش سهل ابدا التعامل مع المرحلة الزمنية المضغوطة قوي دي إلا لأنه حسام البدري امتلك هذه الشخصية التدريبية الفهم قوي والوعي كمان بحيث أنه يدير حتى ميدو وهو ابن الزمالك لاعبا ومدربا ذكر فوز على الزمالك بثلاث أهداف ثم السفر مواجهة فريق زي فريق المصري قال لك فريق عنده طاقة قوية جدا باستمرار لعبته في حالة بدنية عالية وحسام البدري في غضون أربع أيام بيلعب وده اللي يقودني للناس وهي بتحلل وهي قاعدة بتتكلم على 90 دقيقة لكن المدرب بيحلل على علاقات مرحلة ببعضها ايوه يعني الناس اللي انتقدت الكابتن حسام في ماتش الزمالك ما كسبتش ستة ما كسبتش سبعة ما ضغطتش ليه؟ هو متحسب انه يدخر هو كسب بمنتهى السهولة ايه اللي يخليه يعمل جهد مضاعف عشان يعمل نتيجه تاريخيه وعنده مباراه بالضغط القوي ده قد اولا تؤدي الى اصابات في فرقته وده اللي حصل مع رامي ربيع كان ممكن حد يصاب اكتر هو شايف انه لعب مجموعه من الماتشات المضغوطه والمهمه بيكسبها بالطريقه فجه في ماتش الزمالك لا انا الماتش خلاص تحقق اضغط ليه واعمل ليه وعايز اجيب 10 تجوان ليه احسن اجيب وجات لنا فرص في ماتش الزمالك لكن مش مطلوب من خلال زي كابتن طه يقول لك ايه مش شارب مش 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 في كل وقت تبقى 90 دقيقه شارب او حاد او عنيف او اجريسيف او عدواني على الخصم لان ده في حسابات سفر ومباراه قادمه ايضا تاخر التغيير لازم تبقى فاهم ان انت تحسبك ان توصل لوقت اضافي عايز تبقى انت الاكثر حيويه في هذا الوقت الاضافي فانا شايف انه بتفق مع ميدو تماما نجح حسام البدري في قياده
الأهلي في هذه المرحلة الصعبة وحقق كل الأهداف الاستراتيجية. طيب، من الطبيعي جدا المهندس عدلي يشيد بالكابتن حسام البدري، ومن الطبيعي حتى كابتن محسن صالح حتى وهو ابن بورسعيد لكنه ابن النادي الأهلي يشيد بالكابتن حسام البدري، لكن كمان كان من المهم جدا أنه ميدو يحمل هذا التقدير لدور الكابتن حسام البدري. بس النادي المصري نفسه رأيه إيه فيما فعله الأهلي؟ هل النظرة الموضوعية توفرت لدى الكابتن عمرو الدسوقي لاعب النادي المصري السابق وهو الآن مدير النشاط الرياضي في النادي المصري؟ عمرو الدسوقي تحدث لقناة أون سبورت، نشوف رأيه في السوبر إيه. هارد لك كابتن عمرو. طبعا هارد لك للنادي المصري، ومبروك للنادي الأهلي وجماهيره وإدارته. أعتقد النادي الأهلي يستحق بجدارة لأن فعلا قدم مباراة كبيرة وكان ند قوي جدا جوه الملعب واستحوذ على جميع منافذ الهجوم والدفاع وامتلاك الكرة في وسط الملعب. بس حاجة غريبة في النادي المصري، يعني ما يبقى عندك سعود ثلاثة عندهم أخطاء والثلاثة يلعبوا السنة دي والثلاثة غير موفقين. خلينا واقعيين، لسه كنت جاي لك في الكلام، يعني عايز أقول لك كابتن حسام حسن لا يجيد التعامل مع المباريات الكبرى. اتفضل يا باشمهندس. كابتن حسام حسن لا يجيد التعامل مع المباريات الكبرى. اعتقد ان عمرو الدسوقي تحدث كمحلل، نسي انتمائه، نسي منصبه، وهي دي الاشكاليه يمكن اللي خلت الكابتن الخطيب يقول مش عايز حد معايا مسؤول جوه النادي، يعني في الاجهزه التدريبيه ومجلس الاداره يعمل في الاعلام، لانه قد يضطر ان ينتقد دولاب العمل بتاعه. ولكن بس على فكرة دي منطقية فعلا، منطقية. كلفت بقى عمرو الدسوقي منصبه، اتشال، ما كنتش هنا، اتشال في يوميها من النشاط الرياضي، رجعوه تاني. ممكن يكون رجعوه، ويا ريت يرجع، لانه ويتقال له بقى، يعني خلي بالك ان في جماهير بتبقى حساسة قوي، ولو ان الراجل حب يتعامل بأمانة وهو يسرد التحليل اللي شايفه موضوع يعني. لكن تعال بقى نشوف جمال جودة. جمال جودة لعب في النادي الأهلي ودعني من كلامه، يا ريت كابتن جمال جودة بعد ما يسمع نفسه هنا يسمعني بقى هقول ايه. قال كان من المستحيل ان ينتصر الأهلي لولا الخطأ الذي حدث من حارس المرمى. لا طبعا النادي الأهلي كان فارق، يعني باينه يعني من خلال المباراه الاهلي مستحوذ، نسبه استحواذ حتى غير عاديه تقريبا 62%، فارق امكانيات كثيره بينه وبين لعيبه النادي الاهلي وبين لعيبه النادي المصري. صحيح حسام لعب واقعيه جدا في حدود امكانيات لعيبته، وعارف ان النادي الاهلي فريق كبير وبيلعب على بطوله، فلعب بالاسلوب اللي هو زون ديفنس والمان تو مان وقفل المساحات وغلق المساحات وتضييقها وكده. فاستحاله كان النادي الاهلي، حسام اولا هو مش هيعرف يجيب جول، يعني هو اللي مش هيعرف يجيب جول، يعني النادي المصري بالاسلوب دوت وبالطريقه دي استحاله ان هو يجيب جول. لكن النادي الاهلي في فرص، يعني انا مش عايز اقول ضربة الجزاء، يعني اللي هي مش عايزين نتكلم في التحكيم، لكن كانت فرصة، في فرصة لأزارو في نفس الوقت، في كذا فرصة النادي الأهلي كان هيجيب جول بصرف النظر كانت من خطأ حارس المرمى أحمد مسعود أو من أي فرصة كانت. لا، لأن الأهلي كان أقرب للفرص، أقرب للمرمى. مهما كنت حسام استحاله كان انت اللي مش هتعرف تجيب الكوره. يعني هو حسام زي ما كابتن محمد قال ان هو لما تصريحاته استفزازيه على طول، يعني دايما لما بيخسر بيبقى في ما عندوش ثبات انفعالي بقى. طيب كابتن جمال جوده ابن النادي الاهلي ونجم النادي المصري، وامتع فتراته كانت مع النادي المصري، واجمل اهداف المصري كانت عن طريق جمال جوده واينو وجمال الجند الله يرحمه. رد على مساله الكابتن حسام حسن ان الاهلي كسب بغلطه، قال له لا، الاهلي كان يقدر يكسب باهداف اخرى من فرص ثانيه، حتى الراجل وهو نجم المصري
لم يبخس الأهلي حقه أنه كان له ضربة جزاء وفرص أتيحت لمؤمن أتيحت لوليد أزارو. لكن أنت كنت عايز تقول حاجة عن جمال جودة في بقية الحديث ده. كمل كلامه عن فطرته في النادي الأهلي ويوم ما أبلغ بأنه مش هيكون موجود في النادي الأهلي. وقال أنا عدت أسبوعين في أوضتي ما بخرجش منها مكتئبا، ما كانش مصدق نفسه. هو هداف قطاع الناشئين يعني في كل مراحله. لكن اللي انا عايز اقوله لك، الفتره دي شهدت بعض الكواليس جمال جوده هيسمعها مني اول مره. احنا كنا مسافرين نعمل فتره اعداد في المجر. كان الاستاذ كمال حافظ رئيس البعثه وانا كنت معاه في المجر. شعرت ان هيدوكوتي مش مقتنع قوي بجمال جوده، فلعبنا ثلاث ماتشات نبقى متعادلين بالظبط، يبقى فاضل 22 او 20 دقيقه يروح منازل جمال جوده يروح جايب جول. في الثلاث ماتشات جاب اربع تجوان. ف يعني واضح ان الراجل ده ما بينزل بيعمل خطوره هايله، وكل جوان جمال جوده حتى اللي جابها في المصري ما يجيبهاش غير جمال جوده. يعني مش كره سهله، مش ينط يكملها اجوان. ده انت لما تشوف الكاس اللي خده من الزمالك والكره اللي خطفها من كان عادل مش عارف مين الجون وحطها، لا جوان مميزه. وجمال جوده في الموسم اللي قبل اللي اتساب فيه كان اتصعد يلعب فيرست تيم مع النادي الاهلي، وكان الماتش اللي هو يعني الاهلي بيلعب مع المحله الزمالك مع الاسماعيلي الدور الحائر ده، جمال جوده جاب جولين لغاهم الحكم حسين فهمي. وعندما سئل قال انا حسيت ان ما حدش بيضغط، منهم جون من بره 18 لغاه لجمال جوده. جمال جوده كان مهاجم واضح المعالم انه خطر جدا جدا جدا، لكن كان في اتفاق وكنا بنسعى ان المصري والاهلي يبقوا على علاقه طيبه، على اعتبار ان مش معقوله خط القناه واخد مننا موقف كله. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه وليد ازارو عامل زي عفريت العلبه فعلا، اللي فجاه يلاقوه في اي حته. الناس اللي ما كانتش واخده بالها من المجهود اللي بيبذله بشكل كبير والجري اللي بيجريه في الملعب بشكل مش طبيعي بدأت تدرك أهميته وتأثيره بعد مباراة السوبر. عفريت العلبة كان محل إشادة الكابتن محسن صالح في قناة أبو ظبي، نسمعه. كابتن محسن، خطأ حارس أم شطارة مهاجم بعد؟ الاثنين، لابد ان يكون المهاجم عنده الامل وعنده المتابعه والتركيز، وبالتالي يعني حارس المرمى اراد ان يعمل مراوغه كلعبه جماليه في توقيت خطر جدا وبوضع صعب جدا لم تساعده طبعا مهارته، لانه مش لاعب كره اصلا بالقدم، ده حارس مرمى، المهاره بالقدمين عنده ضعيفه جدا، المرونه بتاعته ما كانتش كامله عشان يعمل الدوران، وبالتالي هو كان عنده حلول سهله في البدايه، دلوقتي عنده حل انه يعمل تمرير للزميل ويخلص من الموال ده كله، ولكنه هو يعني ربما لانه كان احد نجوم المباراه اراد ان يظهر بعض الابداع الزائد والثقه الزائده، وبالتالي كانت النتيجه هذا الخطا. انا لا ارمي اللوم فقط على حارس المرمى، لان كره القدم كلها اخطاء، كل لاعب بيخطا، ولكن هذا خطا قاتل او هذا خطا لا يجوز ان يقع فيه حارس مرمى او اي لاعب في منطقه ال 18. بس لا ينفي كابتن ان احمد مسعود قدم مباراه كبيره اليوم، من أفضل قدم مباراه كبيره، يعني هو بس بس, بس خطا بكاس، خطا بكاس سوبر، خطأ ببطوله، خطا قاتل. انا بعتبر ان هو واحمد الشناوي من نجوم المباراه، احمد الشناوي ايضا قبل بلاء حسن، محمد الشناوي قبل بلاء حسن في المباراه تعرض لبعض الخطوره لبعض المواقف، تصرف بشكل جيد، هو ايضا كان
تحت الضغط مشكلة. وبعد حتى الخطأ اللي تسبب في الهدف أنقذ هدف مؤكد من مؤمن زكريا، وبالتالي فهذا الخطأ يعني أعتقد أنه درس كبير لحارس المرمى ولكل حراس المرمى أنه يلعب للمضمون. طيب يعني كلام الكابتن محسن، وهو واضح ان وليد ازارو ضغط، مش بس غلطه، ده غلطه وما ادلوش فرصه حتى او قفل عليه زاويه التمرير، لانه بعد ما رقص حب يبصيها لزميله كان قفل عليه زاويه التمرير. عارف يا استاذ ابراهيم واخد الكوره، هو رقصه ليه؟ ما كانش في نيته رقصه، هو ضغط عليه، ضغط قافله، هو حس. انت لو تاخد بالك مش هيعرف يشتت، لا انت لما الجسم التشريع موقف التشريحي بتاعه كان باصص لزميله عايز يبصيله، قطع زاويه التمرير اللي بينه وبين زميله فقال لك رقصه وبصيها من وراه وبصيها يكون هو عدى وبصيها من وراه فوجئ ان هو ما كملش لف ورجع له عفريت العلبه رجع. يعني هو ازاره من الاول اللي غلطه، لان هو خطا الحارس في حاجه واحده بس، ما تستناش المهاجم اما يوصل لك، انت كنت شتتها من بدري لكن انا وانك اتاخرت جيت بصيع لزميلك قفل لك الزاويه دي صحيح. رحت قلت رقصها ومررها من وراه لف لك خدها صحيح. يعني لو يجيبها تاني عشان خاطري بص عليها هتجد ان نشوفها بعد كده ان جون كان ناوي يباصي نشوفها، بس نشوف اشاده ميدو بعفريت العلبه. عايز اتكلم في الهدف اللي احرزه الاهلي، وغير ان هو غلط طبعا من مسعود، ولكن لازم ندي ازارو حقه. ليه؟ انا راجل كنت مهاجم وعارف في مهاجمين كتير في التوقيت ده بالذات، بالتوقيت ده الاولويه يا ريت لو جابوا الهدف في التوقيت ده، ان هو الكره لما ترجع لحارس المرمى يقف او يروح بالراحه، ولكن اصرار ازارو ان هو يروح يضغط ويحاول ان هو يغلط حارس المرمى. خلي بالك هو ما راحش ضغط، هو الاول ادى الاحساس ان في مسافه ماشي، بس ثم دخل بص بالراحه كده ثم فتح السبيد. بص الكره لما راحت راح ضغط، لا راح دلوقتي غير السرعه راح، لا راح ممكن. بص يا كابتن ابراهيم معلش، في مهاجمين كتير يقف خلاص، الكره رجعت، الكره رجعت لل فانا دايما بقول للمهاجمين بتوعي ايه او اللعيبه، ان ربنا دايما على كل مجهود بتعمله ربنا بيكافئك عليه طبعا، ان 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 الفرص دي رزق. انت النهارده خلقت فرصه، الفلو ثرو دايما يقول لك لازم تعمل الفلو ثرو انت ونصيبك يعني. فهو النهارده حاول ان هو يمكن نسبه الخطا في الكوره دي يا سيف لا تتعدى 10% صح؟ الطبيعي ان الطبيعي ان اي حارس مرمى يمسكها ويشيلها، لكن هو لعب على الريسك، خد مخاطره ان هو راح وجامبل. خلي بالك في التوقيت ده ممكن لعيبه كتيره جدا بدنيا يقول لك ايه، خلي بالك كمان ميدو ان هو احفظ طاقتي ان هو في ماتشات كتيره الدوري بيعمل دي، اما المهاجم بيجي الكره على دماغه ويجي يرجعها للجون بيروح للجون برضه صحيح. وبعد كده بعد الهدف ده لما بقى اتخلق مساحات بانت خطوره ازارو، وهو ده اللي كنا بنتكلم فيه، بان ان هو لعيب كويس بيتحرك في مساحه كويس. شفنا الكره اللي كان بيقطعها سبع شهور وهو بيتحرك بيجري الدياجونالز ويجري كويس جدا، بيتصرف كويس جدا، شايف ان في تحامل كبير جدا على وليد ازارو. هيجي له الوقت مع خبرات اللعب فانيله النادي الاهلي ان هو هتبقى نسبه اضاعته للاهداف اقل. طيب نسبة إضاعته للأهداف أو للفرص هتكون أقل مع استفادته من الخبرة والمشاركة إن شاء الله. كمان ميدو أشار بعبد الله السعيد في أون سبورت، نسمعه. هل خبرات لاعبي النادي الأهلي هي اللي حسمت اللقاء؟ أكيد، يعني لعيبة الأهلي قدروا إن هم يتعاملوا مع موقف في رأيي أول مرة يتعرضوا له. لما تكون فرقه بتلعبك الثلاثه لعيبه بتوع نص الملعب ماسكين الثلاثه لعيبه بتوع نص الملعب بتوعك مان تو مان، ده موقف ما تعرضلوش النادي الاهلي قبل كده. وفي رايي ان عبد الله السعيد تعامل بشكل جيد جدا مع الموقف، قدر ان هو يهرب اربع الطرف اليمين الحقيقه غير كده كمان الترنات اللي كان بيعملها عبد الله سيف اللي هي بيقولوا عليها اللينك اب بلاي، او اللي هو دايما كان لعبه الوسط، نقطه الوسط دايما كان بيعمل ترنات وبيلف وبيخلق مواقف لنفسه، وكان بيطلع فريد شوقي بره اللعب على طول، اربع خمس كور في الشوط الاول وفي الشوط الثاني، ودي محتاجه بقى لعيب كبير. انت النهارده لما بتيجي تتكلم مثلا في لعيبه قليله جدا، عبد الله الحقيقه النهارده بيستلم الكوره بيعمل شكل ثاني للناس، كان هيجيب جول حلو قوي يا سيف بقى، يعني الجول يعني بص قدامنا دي كاميرا مع عبد الله السعيد بس. ما هو عبد الله قدر ان هو يخلص من الرقابه بتاعت فريد شوقي بشكل جيد جدا كذا مره،
واللي عاجبني في عبد الله ان هو لغايه لما طلع الورك ريت بتاعه كان واحد ما قلش، فضل بدنيا بيأدي بشكل جيد جدا. دي مهاره ان انت بتستلم تحت الضغط، بتاخد فاول، بتطلع اللعيبه اللي حواليك. لعيبه قليله، ودي قيمه عبد الله السعيد، لعيبه قليله جدا في مصر يا سيف اللي تقدر تعمل الكلام ده. النهارده نمر 10 مثلا اللي هم جم في اخر 20-25 سنه، بتتكلم على حازم امام وابو تريكه وليد صلاح الدين في وقت من الاوقات لما كان موجود في النادي الاهلي، اللعيبه اللي هي تقدر تستلم الكره في الزحمه بين الخطوط وتصنع الفارق. عبد الله السعيد رغم ان هو لعيب مختلف عن الاسماء اللي انا قلتها دي، الا ان هو النهارده قدر ان هو يتصرف في موقف جديد عليه، ودي نقطه مهمه. خلي بالك يا سيف، لان خلي بالك ان في ممكن لعيب النهارده كابتن وليد لما يتعرض لموقف ان هو ممسوك مان تو مان وبقى عمره ما اتمسك مان تو مان يستسلم او يقف او يهرب على الجنب. لا، عبد الله كان عنده الشجاعه ان هو يتحمل المسؤوليه ويخلق كل المواقف الهجوميه اللي قدر يخلقها النادي الاهلي. دايما التحليل والتحليل الدقيق بالكاميرات وبكلام الناس الخبراء بيوري لك الجانب الخفي اللي المتفرج العادي ما يقدرش يلمحه، وناس كتير مش فاهمه هو ليه مضخمين قوي في دور عبد الله السعيد واهميته كده. من بعض التفاصيل دي بتحس لما تجمعها مع بعضها اللعيب ده بيعمل ايه. لكن وليد صلاح الدين اشاد ايضا بعبد الله السعيد ومعاه واحد تاني الحمد لله ان جاب سيرته. تعالوا نشوف. مساندة عجبني قوي كابتن ايمن اشرف كمان الحقيقه. ايمن هايل، ايمن هايل، ايمن كل جزء دفاعي بيتطرف يمين بيروح كوينج، الكره دلوقتي قدامنا شغال براسه، الحقيقه دور كبير في الملعب. خد بالك بقى دلوقتي برضو ايمن اشرف نقدر نضمه الاثنين حضرتك قلت عليهم محمد الشناوي وليد ازارو. هل لو رجع رامي ربيعه وسعد في كامل صحتهم وفي كامل امكانياتهم وفي التوب فورم بتاعهم، هل ايمن اشرف يقعد؟ لا، انا بقول لك دلوقتي لا ما يقعدش، يبقى هو بقى نمره واحد في المكان ده. عبد الله بقى في حاجات كابتن ميدو اشار ليها وانا هاكد عليها، امتى العب لمسه واحده وامتى اوقف الكوره وامتى ابص دي لا لمسه ولعبه وبعدين هياخدها تاني، امتى العب لمسه واحده وامتى العب لمسه ولعبه وامتى لما يبقى عندي مساحه يعني بتقول يردتين ثلاثه اروح واقف على الكوره ومرقص. ده بقى اللعيب الكبير، اللعيب الكبير لما يتمسك مان تو مان بص دي في مساحه هقف واروح مرقص الراجل اللي ماسكني واروح رايح وبعد كده اعملها لعمرو السوريق. هو ده احسن واحد في مصر بيعمل اسيست بصراحه دلوقتي. صح، احسن واحد في مصر بيباصي ويقف بشكل قوي صح، بس مش فكره اسيست بس، فكره امتى العب لمسه وامتى العب لمسه ولعبه وامتى دي تتشاط وامتى دي اقف عليها. هو ده اللعيب الكبير، اللعيب اللي يعرف يفرق ما بين اتفرج على ميسي اتفرج على ميسي بس وهو في نص الملعب مفيش اي طب يحطها لمسه واحده عادي جدا وبهدوء وببساطه زي ما عبد الله بيعمل. اول ما بروح في تلت معين ابتدي ازود السرعه. بص مش قادر يجيبه. بص فريد شوقي تعرف كابتن جون دي جون دي واحده ميدو من الفرص اللي احنا قلنا عليها حقيقة. طيب وليد اشاد بايمن اشرف، وفي اشادته بايمن اشرف اللي الاهلي جايبه باك شمال واللي هو اصلا الراجل باك شمال، لكن لما وظفه الكابتن حسام البدري كسيرد باك اجاد جدا لدرجه ان وليد صلاح قال لك لو رجع رامي ربيعه وسعد سمير ومحمد نجيب بقوا دول في احسن حالاتهم مش هيكون على حساب ايمن اشرف. ده بيقودنا الحقيقه الى حته اعاده توظيف القدرات. متخيل انا في رايي الشخصي واعتقد ده راي المهندس عدلي، لو اعيد النظر في بعض اللعيبه غير المستخدمين في مراكزهم، يعني محمد هاني مركز الباك رايت فيه احمد فتحي ظهير دولي كبير جدا ما عدا راس الحربه هيلعب لك في كل المراكز، فانا متخيل انه لو تم الاستفاده بيه في قلب نص ملعب هيأدي بشكل جيد جدا. ممكن يكون في حته المساك عامل الطول مع ايمن اشرف يخلق مشكله في الكرات العرضيه، لكن في قلب نص الملعب قد يستفاد منه، هو فوتبولر كويس لعيب كويس. فانا اعتقد انه اعاده النظر في توظيف القدرات ربما يغنينا ايمن اشرف عن دور مهندس الصفقات. ايمن اشرف بيفكرني بكابتن حسن حمدي. ما كانش طويل لكن كان عنده حسن التوقع وحسن التصرف وحسن التمركز. ايوه كان بيعوض الطول بس، فانا اعتقد يمكن تحريكه الاهلي من خلال هذه الاحتفائيه الكبيره
وقدرته على أنه يتخطى المباريات الصعبة في الوقت الضيق كان محل اهتمام وتقدير بعض الناس، منهم الصديق خالد بيومي اللي رأيه أنه الأهلي يغرد خارج السرب خالص. نسمع خالد بيومي في قناة أبو ظبي. السوبر اليوم هل توقعت خالد بيومي بالشكل اللي انت جاي الملعب توقعت الشكل انه يظهر بهذه الصوره من الناحيه الفنيه؟ الناحيه الفنيه والحضور الجماهيري والتفاعل الى حد ما بالنسبه للجمهور كنت متوقع يكون جمهور اقل، ولكن ظهور الجمهور بالشكل دوت اداني احساس كبير جدا ان كره القدم المصريه ممكن يكون لها مستقبل الفتره الجايه باذن الله اذا تم التنظيم والعدد الجيد للملاعب وكمان لكيفيه دخول الجماهير. انما النادي الاهلي طبعا جاي من فوز، انا بس اتكلم على كلام حسام حاسس كابتن حسام، هو فريق جيد جدا، فريق منظم جدا، تعب الاهلي كتير، صحيح الفينشنج في النادي الاهلي كان سيء شويه، ولكن تنظيميا المصري عنده شخصيه على عكس المباراه السابقه اللي لعبها النادي الاهلي مع نادي الزمالك، فريق ما كانش له الشخصيه الكبيره جدا في الملعب، وبالتالي الاهلي له شخصيه البطوله، عنده حلول كتيره جدا، عنده دكه بدلاء من افضل الفرق اللي بتلعب في كره قدم في الدوري المصري، كل ده جاي معهم الاستقرار. كابتن الكاريزما تفرق؟ الشخصيه تفرق في مثل هالمباريات؟ كاريزما والتربيه والعقيده وكل شيء في النادي الاهلي موجوده، احمد فتحي موجوده وسمعنا في الاسماعيلي خد بطوله، في النادي الاهلي خد 20 بطوله، فرق شاسع جدا بين الفرقتين، بين التعامل، بين الاستقرار اللي موجود هنا وهنا، الاهلي عقليه مختلفه، دي مش مجامله للنادي الاهلي، انا اسماعيلاوي بحت، ولكن الاهلي عندما تتعامل مع النادي الاهلي تشعر وكانه نادي خارج السرب. احنا كنا لما بننزل ملعب اليوفنتوس بنعرف ليه اليوفنتوس فارق عن كل الفرق الايطاليه، لان ملعب اليوفنتوس فيه كل شيء يخليك اليوفنتوس هو بطل الدوري الايطالي في سنوات كبيره جدا، النادي الاهلي نفس الشكل، وبالتالي بنسمع تركي آل الشيخ مع المستشار بيعمل الاهلي سيتي. ليه؟ اهلي شعبيه، جماهيريه، استثمار، صناعه، اقتصاد، كل شيء. هو ده النادي الاهلي اللي احنا بنشوفه النهارده، مع احترام وتقدير لاي نادي في الانديه الاقاليم، ولكن لم نصل الى مستوى وقدرات الخاصة اللي موجودة عند النادي الأهلي في كل شيء، دي للأمانة شديد. طيب، هل كان الكابتن خالد بيومي يغرد خارج السرب وهو يصف أن الأهلي خارج السرب، يغرد خارج السرب؟ ولا كان مين بيتفق معاه في هذا الأمر؟ تشوف الكابتن أحمد حسام ميدو. يعني هاخدك في حته ثانيه، النادي الاهلي ناقصه ايه عشان يعمل ابجريدنج للسيستم ويروح بعد الدوري والكاس ياخد افريقيا كاس العالم للانديه؟ يعني خلينا نقول وبقول كده يعني ويعني ودي فعلا الحقيقه، ان الاهلي النهارده بقى فيه جاب بينه وبين اقرب الانديه ليه على المستوى المحلي بسبب الامكانيات، ضعف الامكانيات الماديه في بعض الانديه والتخبط الاداري في بعض الانديه المنافسه او الباد مانجمنت، الاداره القرارات اللي بتاخر الانديه بشكل كبير. لكن النهارده الاهلي داخل على مرحله، يعني خلينا نقول ان انا بقول لك ان الاهلي دلوقتي اصبح في مصر مثل بايرن ميونخ في المانيا. بايرن ميونخ في بقى في جاب بينه وبين النادي اللي بعديه بسبب بقى لأسباب مختلفة. النهاردة الأهلي داخل وطبعا بقول الكلام ده كرجل زملكاوي بألم وبامتعاض، يعني مش كنتش عايز أقول كده، ولكن دي الحقيقة. النهاردة الأهلي الخطوة اللي بعديها أنه هو عايز يكسب بطولة أفريقيا وأنه هو يكون موجود في كاس العالم. يعمل إيه في كلمة واحدة؟ أنا في رأيي أن الأهلي محتاج سنتر باك بديل للحجازي. طيب شفنا رأي ميدو حتى وهو بيقول هذه الشهادة بألم كرجل زملكاوي، وشفنا خالد بيومي وهو بيقول ده كإسماعيلاوي والخير ما شهد به نجم كبير في الزمالك ومحلل كبير إسماعيلاوي، لكن الكابتن أحمد الشناوي خبير التحكيم شاف هدف فوز الأهلي إزاي؟ نشوف. هدف النادي الأهلي في ناس تقول فيها فاول أو خطأ، لا، اللي حصل فيه التحام من الاثنين، حارس المرمى ان كان وليد ازارو بيستخدم ايده، حارس المرمى استخدم ايده، هتشوفه دلوقتي اهو انا عامل بوز عندها شايفين، بس هو الجوانتي بتاعه احمر مش باين، ايده نفس الكلام بتدفع مين؟ وليد ازارو. وخلي بالكم اللي لعب الكوره وداها الناحيه الثانيه لوليد ازارو الحارس مش وليد ازارو، فطبعا هنا اللي يعتبر التحام عادل من الاثنين،
فيهوش اي حاجه والقرار مظبوط. هنا هتبص تلاقي اللاعب بيزقه ايديه برده زقت، لكن اللي زود الكاميرا هنا تبين لك ان ممكن ازاره اللي زق، لكن من هنا بقى الاثنين مع بعض اهو، ادي ايد اهي، ايد وايد باينه جدا، واضح جدا الالتحام، ان هناك التحام زي ما بتقول التحام مقبول وعادل من الاثنين، وقرار الحكم قرار صحيح. طيب اذا هذه خلاصة هذه الليلة السوبر، ملك وسوبر وكتابة، اعتقد كانت فعلا وجبة مهمة جدا لعشاق وجماهير النادي الاهلي، يفخروا بها بناديهم ويعرفوا حجم الضغوطات الصعبة اللي الجهاز الفني واللعيبة تحملوها في الفترة اللي فاتت، لانه بكرة كمان الاهلي وطلائع الجيش يا باشمهندس، الاهلي عنده من 16 مباراة 39 نقطة، طلائع الجيش عنده 25 نقطة، الأهلي الثاني، طلائع الجيش الثامن، مباراة بالتأكيد صعبة في توقيت صعب، الأهلي راجع من بطولة لا وذكريات المباراة الأولى برضو لا ننساها، لا تنساها، لكنه شعبية الأهلي الكبيرة بين كل فئات المجتمع، عدد كبير من الفنانين والفنانات لما بيسألوا أو يتسألوا أنت أهلاوي ولا زملكاوي، نشوفهم بيقولوا ايه مع هذا الفيديو. اهلاوي صميم صميم. الاهلي ولا الزمالك؟ اهلي. انا صريح اهلاوي. اهلاوي ايوه فعلا اهلاوي. الاهلي طبعا اشجع الاهلي وستة واحد. انا اهلاويه. النادي الاهلي ده بالوراثه. انا اهلاوي. والله العظيم انت جميل. وجرأة. انا اهلاوي. اهلي كبير وجمالي عظيم، هديك عمري ومعك قليل. والله يا ميدو زي بقيه الناس كلها اهلاوي. ده العائله كلها اهلاويه. اهلاوي. اهلاويه طبعا. انا كنت بشجع الاهلي يعني. ايوه بقى. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. امال ليه دايما اي حد ممكن يتكلم معاك يحس ان انت زملكاوي؟ بحس ان انا بكده نجحت لان عندي نوع من الحياديه، ولكن انا في النهايه اهلاوي، عيلتي كلها اهلاويه. انا اهلاويه. انا اهلاويه طبعا. انا اهلاوي. انت اهلاوي؟ احب الاهلي. انا اتولدت اهلاوي، وابويا وامي اعضاء في النادي الاهلي من قبل ما انا اتولد يعني. انا لا اهلاويه، في واحد بس زملكاوي. لا محي برضه. بيحصل ايه بقى؟ ده بقى كلنا بنتلم عليه في الماتش ونبهدله خالص. اهلاويه. دي وجبه فنيه وفي ناس كتير ما جابوهاش، ما شمالهاش التاريخ. لا شمالها بس هم ما جابوهاش. حسابنا بعدين يا شوارب. طيب شوارب شوارب، هنشوف سعاد يونس الفنانه الكبيره جابها. استضافت فرح اهلاوي من نوع خاص، نشوف الكابل ده بقى لذيذ جدا. طه صالح وايمان مأمون عملوا فرحهم حاجه لطيفه جدا جدا. تحكوها لي انتوا ولا احكيها انا؟ نحكيها احنا. يلا يا طه احكي. الفرح يعني، هي ايمان بتحب النادي الاهلي. فانا قلت اعمل لها مفاجاه. هي لوحدها؟ لا انا اهلاوي. طيب. بس هي بتعشق النادي الاهلي. فانا قلت لها اعمل لك مفاجاه في الفرح. فقالت لي ايه المفاجاه؟ فضلت تلح عليا. فقالت لي اعمل لك مفاجاه برضه. هي؟ قالت لها المفاجاه ايه؟ قالت لي تقولي على المفاجأة بتاعتك وأنا أقول لك على المفاجأة بتاعتي. كويس. قلت لها خلاص قولي على المفاجأة بتاعتك أنت الأول. قامت مطلعة لي مفارش سرير كلها أهلي. كلها أهلي؟ يا سلام، جميلة يا أختي، جاية كمان النهاردة لابسة. قلت لها طب أنا محضر لك برضه دخلة أهلاوية في الفرح. دخلة أهلاوية؟ دخلة أهلاوية. شغالة بأغاني جمهور الأهلي. ورحت اشتريت علما وهي. اشتريت 16 علم. وعملت لها بوستر جلد 3 في 3. 3 متر في 3 متر. صورته وصورتها وشعر الاهلي جنبها. يا سلام. وشغلت قلت له يعني عايز ايه اغاني جمهور الاهلي تشتغل في الفرح. اخترت 5 اغاني وهو شغل 4. وكانت حاجه جديده يعني. دخلتوا دلوقتي الزفه قدام البيت. كله مستغرب، لابسين تيشيرتات الاهلي. انا لابس تيشيرت الاهلي ولابس تيشيرت الاهلي. انت لابسه تيشيرت ازاي؟ لابسه على الفستان. الله، وضيعت التفصيله. لا ما احنا كنا عاملين له بقى فكره. عملناه صوصه من قدام. يا واد يا ناصح. عشان متوسط طرحه.
يا حبيبتي جميله والنبي. شغال بقى فكره جديده الناس كلها عندنا يعني انا من قريه من تبع مدينه المنصوره كله اتكلم عنها. نزل على الفيس كل الاهلاوية اعجبوا بيها. طبعا شفنا شتيمه كتير من اخواتنا الزملكاويه وكانت الفكره كده. في الدنيا بنحييهم بنصب عليهم. اسمع صحبتك. وكما قال سفير السعادة سعيد بن طحنون النهيان، الأهلي هو تاجر السعادة الحقيقي. شايفين؟ عندك تعليق؟ دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى مصدر السعادة وبطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.